إذن مشاهدينا الأعزاء، كنا وإياكم مع هذا النقل المباشر للمؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي خصصه كما هو موضوع أمامه لآخر التطورات في لبنان أو الوضع في لبنان بناء على المبادرة الفرنسية والتي قطعت المهلة الأولى التي كان قد حددها سابقا، ولم يتم تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وحتى تم أو حصلت عملية اعتذار لرئيس الحكومة المكلف سابقا مصطفى أديب. أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي هو الخبر الأخير الذي كان قبل قليل، أن العقوبات الأمريكية وترت الأجواء في لبنان. ماكرون قال أن فرنسا ستبقى ملتزمة إلى جانب الشعب اللبناني. أيضا أضاف أنه عندما نريد أن ندفع ببلد معين يجب أن لا ننسى المكونات الأساسية، وحزب الله جزء منها. ماكرون أضاف أنه في السنوات الماضية ازدادت قوة حزب الله عبر اللعب على الارتباك، وعليه توضيح لعبته كجزء من القوى السياسية. ماكرون أضاف مشاهدينا أنه عدم اتخاذ قرارات أو القرارات في لبنان من القوى السياسية اللبنانية يفرض تأثيرات من الخارج، وأشار إلى أن القادة اللبنانيين تعهدوا جميعا بالالتزام بمهلة 15 يوما، لكن ذلك لم يحصل. وأشار إلى أن الناس باتوا منهكين بفعل الفساد، ولن يساعد أحد لبنان طالما يسير على هذا المنوال. هو أيضا الرئيس الفرنسي مشاهدينا حدد مهلة جديدة، هي ما بين 4 و6 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وأشار إلى أنه لا دليل على أن إيران لعبت دورا في منع تشكيل الحكومة اللبنانية كما يتهمها البعض في الداخل اللبناني. هنا ماكرون ينفي أن يكون هناك معلومات حول هذا الموضوع. حذر ماكرون من أن مقترح شن حرب ضد حزب الله غير مسؤول، ولا يمكن أن نجعل الشعب اللبناني يدفع ثمن تلك التضحية. وأضاف أن هناك مسؤولين لبنانيين حالوا دون تشكيل حكومة وسمحوا للقوى الخارجية بالتدخل في الشأن اللبناني، ويجب حاليا الانتظار لنرى إذا كانت هناك إمكانية لوضع خارطة طريق لمحاولة البناء عليها كما قال ماكرون. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذه المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون قبل قليل في مؤتمره الصحفي للحديث عن الوضع في لبنان، ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ غسان جواد. أستاذ غسان، أهلا بك. ربما أكثر كلمة ذكرها في مؤتمره الصحفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي حزب الله، وكان له عدة مواقف في هذا الإطار، ولكنه تحدث عن بقاء المبادرة الفرنسية على الطاولة وأعطى مهلة جديدة. بداية نريد منك تعليق بشكل عام على هذا المؤتمر الصحفي. يعني من الواضح بأنه لم تكن هنالك معطيات كافية عن مسار عملية التأليف وكيف جرى التفاوض أمام الرئيس الفرنسي الذي يعني خرج ليقدم مطالعة يوزع فيها المسؤوليات ويخص حزب الله وحركة أمل بالرسائل السياسية التي سمعناها. وبالتالي واضح يعني ليس أمامه معطيات جدية حول حقيقة التفاوض وحول حقيقة ما جرى وحول محاولات إلغاء طرف سياسي أساسي في البلد. وهو في نفس الكلام يعني تحدث عن عدم واقعية مطلب إخراج الممثلين الشيعيين يعني من الحكومة أو عدم الأخذ برأيهما في الحكومة. إضافة إلى ذلك هنالك عناوين يعني بدأ يريد أن يقدم نفسه كوسيط متوازن، فتطرق إلى عناوين خاصة فيها الطرفين، طرفي التفاوض. من جهة وجه ملاحظات للرئيس سعد الحريري وغيره، ومن جهة وجه رسائل سياسية للمقاومة لحزب الله ولحركة أمل تحملهما مسؤولية صحيح زائد عن الأطراف الآخرين، وهذا مجاف للحقيقة والواقع ويؤكد بأن مسار المبادرة الفرنسية غير واضح بالنسبة للرئيس الفرنسي نفسه. يعني منذ أن جاء الفرنسيون بعد انفجار 4 آب ببساطة جرى التفاهم على حكومة توافق، وجرت الاتفاق على تكليف أديب الذي تمت تسميته احتراما للموازين والأعراف المتعارف عليها في لبنان، يعني حيث سماه نادي رؤساء الحكومات السابقين. يعني أستاذ غسان، عملية التأليف تفضل التفاوض
كان سلوك الرئيس المكلف غريبا، يعني حتى بالكيان الصهيوني إذا بدهم يعملوا حكومة بيعملوا مفاوضات مع وهيدي بيعتبروها الأمريكان من أعرق الديمقراطيات، صحيح. بيعملوا مفاوضات مع الكتل النيابية. الرئيس المكلف جاء يريد هو أن يسمي الوزراء، ولا نعرف شيء عن سياسات الحكومة. طيب هذه الحكومة بدها تعمل إصلاحات، وهذه الإصلاحات جزء منها ستتخذ قرارات غير شعبية. من سيحمي هذه الحكومة في الشارع إذا لم تكن محمية سياسيا؟ لافت أيضا أستاذ غسان عذرا على المقاطعة، اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وكأنه كان هناك لهجة جديدة تجاه حزب الله، يعني تطرق إلى موضوع أن يقوم مثلا، هو قال أنه لا يمكن لحزب الله أن يقوم بشن حرب ضد إسرائيل وحرب في سوريا واشعر بأنه أقوى مما هو عليه، وقال أنه لا يمكن أن يستمر بجناح سياسي وجناح عسكري. هذه اللغة أليست لغة جديدة من قبل الرئيس الفرنسي؟ ولأي مدى يعني أيضا كلامه اليوم يلتقي سمعناها مع من حمل ثنائي حزب الله وأمل مسؤولية عرقلة الحكومة؟ يعني هذه المفردات هي جوهر الكلام الأمريكي حول حزب الله. وعندما يتطابق الأمريكي والفرنسي يضيق الهامش أمام الفرنسي، لأن الفرنسي يستطيع أن ينتج لنفسه دورا في لبنان إذا ما تميز عن الأمريكي، وليس إذا ما تطابق الخطاب. مع العلم أن هنالك إشارات جيدة بالكلام أيضا، منها إشارته للعقوبات الأمريكية وعملية يعني الرسالة شديدة السلبية أمريكيا تجاه المبادرة الفرنسية. هذه إشارة يعني لا ينبغي أن نخرجها من مسار المشهد الذي كان قائما قبل اعتذار أديب. باللحظة اللي اللبنانيين عم يتفاوضوا حول الوزارة وتأليف الحكومة يتم استهداف شخصيتين حليفتين للمقاومة، ويعني أحدهما الساعد الأيمن لرئيس مجلس النواب بما يمثله رئيس مجلس النواب، وأيضا الثاني هو وسيط جدي الوزير فنيانوس بين حزب الله والحريري. يعني طيب أستاذ غسان إذا سمحت، هل يمكن أن تبقى معنا؟ سنراك بعد قليل بالصوت والصورة أيضا، وننتقل الآن مشاهدينا ينضم إلينا في هذه التغطية للكلام الذي ورد في المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحديث عن الوضع في لبنان والمبادرة الفرنسية التي قال أنها مستمرة في لبنان. ينضم إلينا عبر سكايب المحلل السياسي غسان سعود، هو معنا من شرق لبنان. أهلا بك أيضا أستاذ غسان. يعني إيمانويل ماكرون وكأنه حاول أن يتحدث بلغة الوسيط بين اللبنانيين، ولكن كان هناك ما يشبه تبني موقف قوى سياسية معينة حاولت تحميل حزب الله وأمل مسؤولية فشل تأليف الحكومة للمرشح السابق لرئاسة الحكومة أو للمكلف السابق برئاسة الحكومة مصطفى أديب. هل فعلا الأمر كذلك؟ وكيف نظرت إلى فكرة عدم سحب المبادرة الفرنسية من على الطاولة؟ صراحة نحن أول ما طرح الرئيس الفرنسي ماكرون المبادرة تبعوله كان كل البلد بلحظة عاطفية وانفعالية، كان بدها أي شيء، يعني كان بدها أي هيك هامش يعطيه أمل بأنه في أمل شيء يتصلح أو شيء يتغير. وبالتالي بوقتها ما دققنا بكل المراهقة السياسية اللي إجا فيها ماكرون. اليوم بعد شهر ونص من التخبط بهذه المبادرة، كان المؤتمر الصحفي مؤتمر جدا يعني هيك مضحك كاريكاتوري خالي من أي مضمون سواء سياسي أو استراتيجي. لا رئيس دولة عظمى مفروض عم يلعب دور وسيط أو دور رئيسي ببلد جديد. اليوم ماكرون أول شيء فرجى أنه أساس المبادرة لا أساس لهذه المبادرة. كان مفروض يطلع إذا بده، أو أول شيء ما حدا بيعرف ليه بده يطلع يحكي 40 دقيقة بدون فعليا بدون ما يعطي أي شيء. يعني هو اليوم ما عمل تقييم تنقول لأول مرحلة من المبادرة وأعلن الانتقال لمرحلة تانية، فات بين النقاط، يطلع من نقطة يفوت بنقطة. مؤتمر صحافي بالشكل وبالمضمون جدا 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 ضعيف. الأهم شيء بالفكرة أنه بيأكد أنه ما في مشروع فرنسي واضح شو بده وعارف شو بده، وفي خريطة الطريق بتعرف وين بتوصل وين بتخلص. يعني آخر شيء ماكرون بيطلع يحمل سواء المسؤولية لحزب الله
او لتيار المستقبل، اكيد هذه مش شغلته. لا هو استاذ غسان ايضا من المفيد ان نوضح هذه النقطه، هو حمل مسؤوليه فشل تاليف الحكومه بكلامه مباشره لامل وحزب الله هذا الثنائي، ثم تطرق الى موضوع انه اخطا الحريري بموضوع انه اعطاء الوزارات طابع طائفي، يعني لم يحمله مسؤوليه العرقله، انما حمل اعتقد بالطريقه المباشره لامل وحزب الله، وكان هناك توجيه سهام باتجاه الرئيس ميشيل عون. صديقي نحن يعني وحدة من مشاكل البلد الرئيسية هي الستة بستة مكرر، يعني بس واحد بده يحكي على حدا بيصير بيلاقي حاله ملزم يحكي على حدا تاني. سو اليوم ماكرون كان عم يشتغل بنفس الطريقة، أول شيء بس بده يحكي عن فريق رئيس جمهورية، طب هذا الفريق إجا قال لك روح اعمل اللي بدك إياه. ليش أنت يا ماكرون ما رحت مع الرئيس المكلف اللي سميته لأنك تسمي؟ يعني اليوم واضح انه هيدي المبادره اللي كان لازم تكون، يعني صراحه ما حدا يصدق انه هيدي المبادره ما كانت متفقه على الحكومه قبل، ما كانت جايبه ماكرون، ما كان جايب موافقه الدول المعنيه من السعوديه لايران لامريكا لكل الدول المعنيه بالملف اللبناني لسوريا طبعا. طيب ما جايب شيء من هيدا واليوم طالع تخبرنا انه الحق على حزب الله او الحق على تيار المستقبل. اليوم ماكرون هذيك المره ما كنا منتبهين قد ايه هو ضعيف، لانه كان عندنا مصيبه وقع بالبلد. اليوم شفنا انه في حدا يعني ضعيف، فراغ هائل. يعني انت تتحدث عنه ضعيف استاذ غسان، هذا الرئيس الضعيف يقول ادين كل الطبقه السياسيه بما فيها رئيس الجمهوريه اللبنانيه، يعني كيف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يقول انه نحن علاقتنا علاقه اخويه باللبنانيين ولن نترك الشعب اللبناني ان يدين رئيس الجمهوريه اللبنانيه؟ وعلى اي اساس يعني؟ اول شيء اكيد فات بمجموعه اخطاء بروتوكولية، بعتقد صدق الدور اللي بين اثنين سمحوا له يلعبه وقت اجى على قصر الصنوبر، يعني هو اجى بلحظة ضعف لبنانية كثير كبيرة، كان في انهيار بالمعنويات على مستوى كل الشعب، في لحظة عاطفية كثير صعبة، فهو اجى استفاد من هذه اللحظة وافتكر بناء على هذه اللحظة انه هو صار فيه هلا يقول مين منيح ومين يلي مش منيح، وبده يوزع علامات وبده يدين وبده غير يدين. بدي ارجع اقول هيدا الرئيس كان عنده فرصة يأمن لدولته مساحة اقتصادية واستراتيجية وسياسية كثير مهمة بالمتوسط. اليوم فرجى أنه هو لا عنده فريق عمل، لا عنده مشروع، وأهم شيء أنه هيدي اللغة اللي حكي فيها من أول ما إجى على لبنان على فكرة. يعني أنا اليوم كنت عم بنتبه أنه هني ذاتهم سمعناهم بوقتها، بس بوقتها ما كانوا هالقد استفزازيين لإلنا، لأنه كان في شيء كتير كبير واقع طبعا فوقنا. ولكن يبدو أنه عنده طرح جديد أستاذ غسان سعود، عندما يقول ماكرون في نهاية كلامه من المفضل أن نصل إلى عقد سياسي واجتماعي جديد في لبنان، يعني أن يقول هذه النقطة الآن في هذا الوضع، وفي نفس الوقت يقول أنه ليس هناك إمكانية للذهاب إلى عقد جديد، كيف نفهم؟ يعني هل هناك برأيك كان نوع من التناقض بكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ أنا برأيي كيف في واحد فشل يركب حكومة بده يركب عقد سواء اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي جديد بدولة مثل دولتنا؟ يعني مشان هيك قلت لك نحن أمام مؤتمر صحفي كاريكاتوري بين اثنين، هيدا الرجل لونه أبيض تبع الغرب اللي بيفكر أنه هو بيعرف بكل مشاكل العالم الثالث وفي حل لهم إياها من هو قاعد بقصره، بده يعمل عقد اجتماعي وهو ما قدر يعمل بشهر ونص حكومة بلبنان. أنا بالنسبة إلي مبادرة ماكرون وكل ما حمله ماكرون من وعود للبنانيين كلها تبخرت بجملة واحدة بس، قال نفس القوى السياسية في السلطة، طالما نفس القوى السياسية في السلطة لا دعم خارجي. هول القوى السياسية اللي بالسلطة هن قوى منتخبة، هيك ماكرون إجا قال من شهر ونص، قال هالقوى السياسية منتخبة بدنا نشتغل معهم. اليوم بعد شهر ونص عم يتبنى الخطاب الأمريكي كامل 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 دون أي تعديل ولا أي حرف، وعم بيقول طالما نفس القوى السياسية في السلطة لا دعم، لكن أي قوى حبيبي بدك تجيب على السلطة؟ بدك تبعت لي 16 طيب أستاذ غسان، كيف تقول أنه انتقل الرئيس الفرنسي إلى الكلام الأمريكي أو تبني السياسة الأمريكية تجاه لبنان، وهو نفسه في هذا المؤتمر الصحفي يقول أنه العقوبات الأمريكية على بعض الشخصيات في لبنان وترت الأجواء؟ لا عادي، أنا برأيي أنه هو في قول يعني العقوبات بإدارة ترامب نفسها بإدارة ترامب الصغيرة في رأيين، في فريق بيقول العقوبات بتفيدنا وفي فريق بيقول العقوبات ما بتفيدنا.
باساس المضمون. اذا انت من شهر ونص لما جيت على البلد قلت في قوى سياسيه منتخبه لابد من التعامل معها، طيب وبهيدي القوى السياسيه بدي اعمل حكومه، وبهي القوى السياسيه بدي اقعد على الطاوله، بهي القوى السياسيه بدي اعمل حكومه، ومع هيدي القوى السياسيه بدي اعمل مؤتمر لدعم لبنان. هذا كان اساس الموضوع من شهر ونص، وبوقتها كان النقاش هل ستسمح الولايات المتحده لهذه القوى السياسيه، لهذه الاكثريه النيابيه، إن تتمتع او تحصل على دعم مالي خارجي. هون كان كل اساس هون كان كل اساس مبادره ماكرون. هون كان اذا في خرق بالحصار الامريكي او ما في خرق، لانه اليوم الحصار الامريكي شو هو؟ جيب لك قوى سياسيه على ذوقها بترجع بترفع الحصار الاقتصادي وبيرجع في بيرجع في مصاري بالبلد وبينشال كل الشيء اللي عم بيصير. ماكرون من شهر ونص اجى قال ايه هو مع هودي القوى السياسيه المنتخبه بده يجيب دعم خارجي. اليوم ماكرون كان واضح بهذه الجمله انه طالما نفس القوى السياسيه في السلطه لا دعم خارجي. انا بعد بدي اعقب على شغله هيك بحديثه كان انه انا لن اتخلى عن اللبنانيين. إيه شو بتعملون للبنانيين؟ هدول اللي عم بيموتوا بالزواري. ترك المبادره على الطاوله، يقول المبادره الفرنسيه. ايه صحيح. طيب وبالتالي هول اللي يعني اللي هن بحرب مستمره وبتضحيات مستمره بسبب الحصار الامريكي، شو بتعمل لهم؟ فري هاجز، بترجع بتجي على شارع جميزه بتودع عطات هيك بتوقف مع انه هيدي عم بقول لك من شهر ونص كانت بتقطع. كنا بحاله نفسيه وعاطفيه، اليوم بقول لك لا مراهقه وبرايي ما عامل اي اعاده، يعني كان لازم هو يستفيد من انهيار اول مره المبادره الفرنسيه، من تعثر المبادره الفرنسيه حتى يحط خارطه الطريق لانجاح اذا بدك المرحله هو اللافت ايضا استاذ غسان سعود انه قال انه المساعدات ستذهب مباشره الى الشعب اللبناني بعد ان قال انه لن يتخلى عن الشعب اللبناني. اللافت في كلامك استاذ غسان سعود، انت تقاطعت مع استاذ غسان جواد ايضا المحلل السياسي الذي بات معنا الان بالصوت والصوره، بانه انتقل ايمانويل ماكرون استاذ غسان جواد إلى تبني الموقف الأمريكي كاملا. هناك التقاء ما بين وجهتي النظر بالنسبة لضيفينا في هذه التغطية، كيف ذلك أستاذ غسان جواد؟ يعني من خلال تخصيص حزب الله برسائل محددة وإظهاره بمظهر المعرقل وأن سلاح المقاومة هو مشكلة وأن الحزب يخوف اللبنانيين بالسلاح، وهذا ما لا يقوم به حزب الله مطلقا، يعني حيث لا يصرف نفوذ بقلب لبنان إلا بالمعنى عندما يكون الموضوع متعلقا بحماية المقاومة ومشروع المقاومة. يعني في مجموعة من النقاط التي تحدث بها الرئيس الفرنسي بدت وكأنه يتحدث الكلام الأمريكي، وعندما يصبح الأوروبي والفرنسي تحديدا طرف يعني متطابقا مع الأمريكي يفقد الميزة التي أهلته لكي يلعب دور الوسيط بين الأطراف. ومثل ما سمعت غسان عم بيقول كمان بوافقه وقلنا قبل قليل عبر الهاتف أنه مش واضحة الأمور أمامه هو نفسه، لا المعطيات بعملية التأليف والتفاوض على التأليف وما جرى بين الثنائي والرئيس المكلف وبين الثنائي وبين عفوا الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، اجوا تقريبا بدهم يعملوا بشكل تسللي حكومة اللي سموها الأمريكان محايدة. هن جايين بدهم يطبقوا نفس المبدأ ولكن بأسلوب التوائي والتفافي، انه شو حكومة محايدة وماذا ستفعل هذه الحكومة وشو الأجندة تبعها وهل ستحمل نفسا انقلابيا كما جرى في العام 2007 مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وكان الجميع يعلم بأن خلف الستارة الرئيس السنيورة والرئيس الحريري هما اللذان يقودان التفاوض الجدي ومستظلين بالعقوبات الأمريكية والموقف السعودي السلبي، وواضح تبين الآن أنهم كانا مستظلين أيضا بمبادرة فرنسية غير ناضجة ظروفها، ولم يقدم الرئيس الفرنسي اليوم أي معطيات تؤشر إلى احتمال أن تكون هذه المبادرة قابلة للحياة عندما يعطي 4 إلى 6 أسابيع
يعني أي طيب أستاذ واحد غسان، اسمح لي بعده بلش سأتوسع أكثر بالسياسة. معك بهذه النقطة ومع الأستاذ غسان سعود، ولكن أيضا لأنه ذكرتما نقطة في غاية الأهمية، وكأن هناك معطيات ضائعة أو وكأن هناك تناقض في كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الوضع في لبنان. سأستشهد بنقطتين سريعا. عندما يقول أنه تسمية الأطراف السياسية لحكومة سياسية لن يجدي نفعا والمطلوب هو حكومة إنقاذ، مباشرة من بعد هذا الكلام يقول الأزمة في لبنان والمنطقة أعمق مما تبدو عليه، وليس لدينا سوى جمع الأحزاب اللبنانية حول خارطة الطريق. طب خارطة الطريق هذه من المفترض أن تقودها حكومة، وإذا كان جمع الأحزاب حول خارطة الطريق الأحزاب السياسية في لبنان يجب هي بهذا المعنى أن تكون موجودة في الحكومة. يعني كيف نفهم كلامه بهذا الإطار؟ في نفس الوقت نريد أن نجمعهم حول خارطة الطريق، ثم يقول أن تسمية الأطراف السياسية لهكذا حكومة لن يجدي نفعا. يعني نحن نعلم أنه أستاذ قبل غسان جواد تفضل. المبادرة الفرنسية، نحن نعلم أنه قبل المبادرة الفرنسية وقبل الانفجار هنالك انقسام سياسي في لبنان، انقسام حاد معطوف أيضا على انقسامات ذات طابع إقليمي ودولي، ولبنان في مكان ما كان يحتاج إلى طرف يقرب وجهات النظر ويعود إلى إنتاج تفاهم بين اللبنانيين حتى ولو بحكومة انتقالية تحد من الانهيار وتؤسس تدريجيا لإراحة المناخ السياسي لمعالجة القضايا الملحة اقتصاديا وماليا وعلى مستوى الكهرباء وإعادة الإعمار وإعمار المرفأ. هكذا فهم حزب الله المبادرة الفرنسية، ولم يفهمها انه والله بيجي بيسلم السلطه وبروح بيقعد بالبيت وبيترك حكومه مصطفى اديب تيجي تدير البلد، ومش عارفين مش حاكين معها شيء، لا فهمانين شو جاي تعمل، شو موقفها من المقاومه، شو موقفها من ثلاثيه جيش شعب مقاومه، شو موقفها من سوريا، من الحرب على الارهاب، من ترسيم الحدود، من الاحتلال الاسرائيلي. طب شو بنروح بنسلم البلد يعني هيك؟ وهذا طلب غير واقعي، يعني كأنه الفرنسي منه شايف موازين القوى الحقيقية في البلد، ويريد انطلاقا من الأزمة الاقتصادية والضغط المالي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والحصار أن يعمل على إخضاع خصومه وإخضاعهم تحت هذا العنوان، وبيجوا بيسلموا السلطة بيروحوا بيقعدوا بالبيت بيستسلموا. ولابد هذا كلام غير واقعي وغير سياسي ولا ينتج حلا. الأفضل بالنسبة للفريق الفرنسي كان ببساطة يحكي مع السعودي والأمريكاني ويقبلوا بتفاهم لبناني لبناني، كان واضح سقفه عند الثنائي الشيعي منه سقف عظيم. وحتى أيضا يعني لما سألوا رئيس الجمهورية للرئيس المكلف مين بيسمي الوزراء المسيحيين، قال له أنا، يعني يقصد الرئيس مصطفى أديب نفسه. طيب كيف يعني بدك تسمي المسيحيين والشيعة وربما الدروز وبس الرئيس سعد الحريري بتتفاهم معه على السنة من تحت الطاولة؟ يعني هذا والبعض أستاذ غسان جواد كان يتحدث أنه كان الواحد. هناك محاولة انقلاب على نتائج انتخابات 2018، أنه كان هناك محاولات عديدة وهذه إحدى المحاولات. بما أنه مشاهدينا من تحدث هو رئيس دولة، رئيس فرنسا، خلال هذا المؤتمر الصحفي يقول أنه حزب الله والرئيس بري، سماه بالاسم للرئيس نبيه بري، لم يقدموا أي تنازلات برغم تعهدهم بذلك على الطاولة. أستاذ غسان سعود، هذه النقطة هل فعلا الأمر كذلك أنه أمل وحزب الله، يعني سمى الرئيس بري بالاسم، لم يقدما أي تنازلات كما تعهدا سابقا؟ هل هما أصلا تعهدا بالتنازل إلى حد أن يسمي الرئيس مصطفى أديب عنهما وزرائهما؟ أكيد حجاوب، بس أول شيء بدي أقول لك نحن مشكلتنا أنه في فريق بده ينط فوق كل مكتسبات كل انتصارات المقاومة، بده ينط فوق كل محاولات تغيير المعادلات اللي فشلت بالسياسي من 10 سنين لليوم. ساعة بفكر انه هو بتظاهرة بالشارع في يلغي مفاعيل 20 سنة من الشغل بين الناس ومن الانتخابات وغيره وغيره وغيره، وسواء بفكر ساعة بالشارع وساعة بفكر لك بمبادرة فرنسية او غير فرنسية. اليوم القفز يعني يربحوا بالسلم يلي عجزوا عن أخذه بالحرب، هذا شيء مستحيل. الأمر طيب كذلك اليوم اليوم
طبعا هن بعدهم، هي بعدها محاولات مستمره لهيدي الغايه، انه اليوم في حدا في حدا جرب بالسياسه وخسر، هلا بده يجي ياخذ لك اياها عبر مبادره او غير مبادره. اليوم حزب الله وحركه امل الثنائي الشيعي قبل برئيس حكومه ما بيعرف اسمه، طيب كخطوه اولى بدعم هذه المبادره. اثنين، قبل كمان رئيس الجمهوريه لاول مره، اللي هو كان حاطط عرف انه ما في تسميه رئيس حكومه قبل ما نتفق على التشكيل. طيب كمان مشي رئيس جمهوريه بهذا الموضوع، عملوا كل التسهيلات الممكنه، طلعوا يعني حتى الثنائي الشيعي وصل معه برفع لك 10، يعني بنعمل لك اللي قد ما فينا نسهل. ابدا بدهم يردوك ل 2008 لحكومه فؤاد السنيوره، يعني السعودي اليوم يشترط تيرجع يفوت بين اثنين بالبلد، بده يرجع يردك لمحل ما كان ب 2008، كل الخسائر اللي هو خسرها بده يرجع يمحيها، بده يرجع يجيبك لحكومه رئيسها ما حدا بيعرف مين هو، اعضائها ما حدا بيعرف مين هني، وين بالعكس بنعرف 100% وين هني، يعني هني امريكان وفرنسيين وخارجيين، يعني بين اثنين. طيب هيدي المعادله انا برايي شعبيا ما بتقطع ابدا، يعني هذا الخطاب الفرنسي اليوم ما له تفاعل شعبي نهائيا. اثنين، سياسيا اكيد ما بتقطع، ما حدا بالبلد بده يعطي لحدا اذا بدك هيك كادويات، يعني خصوصا انه لحدا غير موثوق. واهم شيء هون بدي ارجع اقول، الرئيس الحريري هو اللي سمى، هو كفريق سياسي وطائفي هو اللي سمى ثلاث اسامي، اختار منهم حزب الله ورئيس جمهوريه اسم. اصلا الرئيس الحريري طيب. استاذ غسان سعود هو لم يكن رئيسا مكلفا، وهو قام باصدار بيان بانه سيتجرع كاس السم ثانيا، والجميع تساءل انه لماذا انت تريد ان تتجرع كاس السم، يعني كما قال الرئيس الحريري وهو ليس اصلا رئيسا مكلفا. ولكن اساس الموضوع هذه المبادره الفرنسيه سمحت لسعد الحريري اللي هو فريق سياسي وهو حزب سياسي، وهو اذا الفرنسيين عم بيقولوا الكل متورط في الفساد، هو احد ابرز المتورطين بالفساد، سمحوا له هو يسمي رئيس حكومه. شوي بس حزب الله او حركه امل او رئيس جمهوريه بدهم يسموا وزير، لا انتم ما لكم حق لانه انتم افرقاء سياسيين متورطين بالفساد. يعني في تناقض هائل افقد المبادره الفرنسيه اي مصداقيه ممكن يكون على كل عندي. حال سيكون هناك اسئله كثيره الان بعد هذا المؤتمر الصحفي، هذه المبادره ايضا اذا كانت ستستمر، بالرغم من انه قال انه هناك مهله الرئيس الفرنسي بين 4 و6 اسابيع لتشكيل حكومه، القوى التي صوب باتجاهها كيف ستتعاطى مع هذا الموضوع، خاصه استاذ غسان جواد انه كان هناك تصويب مباشر اليوم على الرئيس ميشيل عون عندما يقول رئيس الجمهوريه الفرنسيه انه يدين كل الطبقه السياسيه بما فيها رئيس الجمهوريه اللبنانيه. كيف سيتلقى الرئيس ميشيل عون أيضا بما يمثل، يعني يمثل كل لبنان، هو رئيس الدولة مثل هكذا إدانة من رئيس دولة أيضا؟ يعني المنطق الانقلابي والخروج على الدولة والخروج وتحطيم البلد فقط للانتقام من العماد ميشيل عون، بده يوصل إلى أنه رجل رئيس دولة تاني يحكي مع رئيس الدولة تبعنا ورئيس بلدنا بهذه الطريقة، لأنه كان هنالك منذ 17 تشرين مناخ واضح استغل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وراح ليعمل تصفية حسابات بالسياسة، ولما ما نجح رجع عم بيعيد الكرة بعد انفجار 2004 آب يعني الماضي. وبالتالي الدخول الفرنسي قلنا عنه في البداية أنه هو مصلحة فرنسية قبل أن تكون لبنانية، انطلاقا من الصراع على شرق المتوسط مع الأتراك وغيرهم. اليوم تقريبا بكلامه بطيات كلامه عم بيسلم أنه إذا ما نجحت هالمبادرة لبنان بيروح على الانهيار، وبتجي هاي الدول اللي حكي عنها تركيا وروسيا وإيران وغيرهم بيجوا على لبنان. يعني هو نفسه عم ينعي المبادرة على الرغم من أنه في مكان ما عطى 4 إلى 6 أسابيع، وأي حدا متابع بيعتبر أنه لتكون انجلت الصورة بالولايات المتحدة الأمريكية ونفهم وين رايحة الإدارة الأمريكية، أي إدارة في الولايات المتحدة، وهل هذه الإدارة ستنتج تفاهم مع إيران أم ستستمر بنفس السياسات العدوانية التي يعمل عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب. ومن هون لوقت يعني يخلق الله ما لا تعلمون، خصوصا أننا أمام لحظة الضغوط القصوى وعض الأصابع،
الإيراني يمكن عنده اشتباك مع الأمريكي واسع بالمنطقة، بس ما طلب من حزب الله يعطل، بالعكس مثل ما قال غسان تماما، يعني حزب الله أول شغلة عملها بموضوع التسهيل تسمية رئيس حكومة ما بيعرفه، سموه المكون الطائفي صحيح. رؤساء الحكومات السابقين. ثاني خطوة فكرة أنه 10 أسماء بتختار منهم 3 إذا كانت 14 أو 4 إذا كانت 18. ثالث شيء التمسك بجوهر المبادرة الفرنسية اللي هو الإصلاحات، واللي هو الكهرباء، واللي هو القطاع العام، واللي هو إعادة إعمار المرفأ ومحيطه بيروت المدمرة. كل هذه العناوين كان واضح من خلال العقوبات الأمريكية اللي إجت هيك مثل الأربعة بنص الجمعة مثل ما بيقولوا بلبنان. الإضافة إلى الكلام السعودي، يعني بدون أي مناسبة عم يحكي مع الأمم المتحدة، طلع مالك السعودية بكلام عالي اللهجة وعدواني وحربي تجاه حزب الله ووصفه بالإرهاب. كل هاي مناخات بتأكد أنه ما بدهم حكومة. نضيف عليها المشهد بالشمال، المشهد الخطير، يعني اليوم عم ينحكى عن 15 قتيل للإرهابيين في الاشتباك مع القوة الضاربة بالمعلومات ومع الجيش اللبناني. كمان هنالك يعني الفرنسي بلوح بالويل والثبور، وغيره كمان بيبعت رسائل بالأمن. كله هيدا لتعديل موازين القوى، ومش تعديلها، تغييرها. نحن يعني فكرة التوافق ما هي القبول بتعديل موازين القوى، على المستوى الخارجي أستاذ غسان باستقالة جواد. حكومة. على المستوى الخارجي أيضا يعني لفتني إذا كلام، سمحت لي تفضل عبد تفضل أستاذ الرحمن غسان، على الفكرة، عذرا تفضل. إنه لما كانت حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة أكثرية، أنت لما رحت على الموافقة على حكومة توافق، يعني أنت قبلت بتعديل موازين القوى وإنه الأكثرية تتشارك مع الأقلية، ورغم ذلك لا، كان مطلوب شيء تاني بالكامل، وهذا يهدد المبادرة الفرنسية بالصميم. وإذا كان الأمر متروك لحسن نوايا الشباب هون، يعني الله يسلمنا ويسلمكم. وهذا يعني ما تفضلت به أستاذ غسان جواد ربما هو أكبر تنازل، يعني أن تتنازل عن حكومة الرئيس حسان دياب بين هلالين إذا صح تعبير موضوع التنازل، وتذهب إلى حكومة رئيسها تم تسميته وهو ليس أصلا معروف بالنسبة لهذه القوى السياسية التي تتمتع بالأكثرية. مشاهدين، هذه نقطة هامة، أن هذه القوى السياسية يعني التي أنك أنت يصوت قبلت تعمل تعديل بموازين القوى، قبلت تعمل تعديل بموازين القوى، هن بدهم تغيير بموازين القوى، يعني بدهم ينقلوا موازين القوى من ما هي الآن حاليا إلى طرفهم بالكامل، ليرجعوا المسألة إلى 2007 وحكومات خمسة، قرارات خمسة أيار وما جرى بعد ذلك، والانقسام الأهلي والاقتتال والحرب الأهلية. ما كله هيدا هو لتجويف البيئة اللبنانية حول المقاومة، استهداف العلاقة مع التيار الوطني الحر ومع المسيحيين، إعادة إنتاج الفتنة السنية الشيعية، ومحاولة خلق تناقض جدي شيعي شيعي، مرة تحت عنوان بقاع جنوب ومرة تحت عنوان حركة أمل وحزب الله. وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بتصديه المباشر بهذه المعركة ليقطع الطريق على هذا الخيار، إضافة إلى أنه العلاقة مع التيار الوطني الحر أيضا مرقت بلحظات تمايز وفتور، ولكنها لا تزال قوية، وهنالك نقاط مشتركة كثيرة، ومحلات المناطق اللي فيها تمايزات بيرجع بيجي بينعمل على ترميمها وعلى خلق سياسات مشتركة فيها. والأهم أنه يبقى النسيج الاجتماعي الذي نتج عن تفاهم مار مخايل لحظة هيك الوحدة والتفاهم والتفاهم بين المواطنين على الأرض. نعم، أريد أن أشير إلى هذه النقطة مشاهدينا، بأنه القوى السياسية التي يريد الرئيس الفرنسي أو يوجه باتجاهها سهام النقد فيما يخص تشكيل الحكومة، حكومة مصطفى أديب، وعدم تشكيلها بأنها لم تتنازل، هذه القوى تمتلك في البرلمان اللبناني الأغلبية النيابية، ما يعني أنها قادرة بأن تشكل حكومة بمفردها، بالرغم من ذلك تنازلت عن حقها وذهبت إلى تسمية مصطفى أديب لكي يسيروا بهذه المبادرة الفرنسية. أستاذ غسان سعود، هناك
يعني إذا صح التعبير سيمفونية يعزف عليها في لبنان بأنه إيران تقف وراء تعطيل حكومة مصطفى أديب، وهي من فرملت هذه الحكومة خدمة لمشروعها قبل الانتخابات الأمريكية، وليكون لبنان رهينة إيرانية كما تقول هذه القوى. والآن هناك أيضا تصريح لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، سأتطرق إليه بعد قليل، لكن الرئيس الفرنسي نفى، قال أنه ليس لدي معلومات بأنه إيران تدخلت فيما يخص منع تشكيل حكومة لبنانية. أريد أن أعلق التعليق على هذه النقطة، خاصة أن هناك سيمفونية كما ذكرنا يتحدثون فيها عن أنه إيران تعطل تشكيل حكومة في لبنان. السيمفونية دائمة، اليوم تشكيل حكومة في لبنان دائما له كان معايير، معايير واضحة، وهيدي يعني ما بتتبدل. إذا مش أكثرية نيابية بدها تروح تشكل حكومة، بده يصير توافق بين الكتل السياسية. في فريق يعني هو فريق سعد الحريري، الفريق السعودي بالبلد، رفض هذا الموضوع، رفض أي تشاور سواء بالأسماء أو بتوزيع الحقائب أو أو بحجم هيدي الحكومة، رفض أي تشاور سواء مع حزب الله سواء مع الثنائي الشيعي أو مع رئيس الجمهورية، اللي هن اثنيناتهم سواء بيمثلوا الأكثرية النيابية. وبالتالي ما كان في لإيران، إذا بدأ يعني إذا كان في رغبة إيرانية بالتعطيل ما سمحوا له بالتعطيل. يعني اليوم رئيس الحكومة ما حدا منعه حتى يقدم تشكيلته الحكومية، يعني مش هو قدمها، في حدا كمان رجع ضغط لرفضه، هو لم يقدم أي تشكيلة حكومية. السعودي عنوانه من 2008 لليوم هو التخريب، وما زال متواصل العنوان نفسه، لم يبدل. نحن افتكرنا الفرنسي سيقنعه ببعض التغيير، ببعض التبديل. واضح من اداء من كل مسار تشكيل هذه الحكومه انه السعودي ما زال متمسك بنفس الاداء التخريب، ما في اي شيء بناء ممكن يصير مثل تشكيل حكومه، ولو بتسمح لفريقه السياسي يرجع على جزء من السلطه. يعني حزب الله والإيراني، إذا بدي أقول مش حزب الله، الإيراني، إذا طالما هني بيتهموا الإيراني مش حزب الله، رغم أنه الإيراني قال لهم للروسي مبارح روحوا حكوا مع حزب الله، وقال للفرنسي روحوا حكوا مع حزب الله. طيب الإيراني قبل بتشكيل حكومة فيها بعض التوازن، أوكي، يعني رغم أنه الأكثرية عندها أكثرية، قال لهم اقبلوا بحكومة مش أنتوا الأكثرية فيها. إذا بدي أقول الإيراني يتدخل بهذه التفاصيل، ونحن ولا مرة شفنا هذا الشيء أو لمسنا هيك طرف منه. يعني دائما بيقول روح حكوا مع حزب الله. طيب السعودي، وهون أنا بس بدي أشير لنقطة واحدة خطيرة كتير، نحن تزامنا مع تعطيل التشكيل من قبل السعودية شفنا عم نرجع نكتشف الخلايا الإرهابية اللي هي تاريخيا ممولة سواء ماليا أو معنويا من السعودية. عم نرجع نشوفهم، وعم يعني عم يرجع الجيش يواجههم. وبالتالي هذا بيأكد أنه عنوان السعودية بالبلد بعد التخريب وليس أي شيء آخر. ونذكر مشاهدينا أننا معكم في تغطية خاصة للتعليق على المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تحدث فيه عن التطورات في لبنان، خاصة أن الرئيس ماكرون كان قد طرح مبادرة في لبنان وهذه المبادرة تعرقلت، وهو قام بتحميل المسؤوليات في هذا المؤتمر الصحفي. وللتعليق أكثر أيضا على هذا المؤتمر الصحفي معنا هنا في استوديوهات الميادين الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بيير أبي صعب. أهلا وسهلا فيك أستاذ بيير. أهلا فيك. يعني أريد أن أبدأ بنقطة لافتة جدا في المؤتمر الصحفي للرئيس ماكرون قبل أن ندخل بالتفاصيل وتحميل المسؤوليات ولماذا حمل هذه المسؤوليات والتداعيات هذا الكلام. يقول: أدين كافة الطبقة السياسية وعلى رأسها الرئيس اللبناني ميشيل عون. كيف تعلق على مثل هكذا إدانة تطال رئيس الجمهورية اللبنانية من قبل يعني نظيره الرئيس الفرنسي؟ لازم نفهم بالدرجة الأولى، اليوم المؤتمر الصحفي كان على درجة عالية من الخطورة، بس لازم نفهم قبل كل شيء انه الرئيس ماكرون مهزوم، غاضب، اكل صفعه، معتبر هو بايع للغرب وبايع لشعبه ومشبح على اللبنانيه انه هو اللي راح يعني يلاقي الحلول السحريه. هي الحلول السحريه انه نحن طبقتنا الحاكمه ومصارفنا سرقت لنا كل مصرياتنا، هلا بدنا نشحد مصاري، هذا الحل السحري. فشرطه انه ننصاع لنظام الدوله وللنظام الغربي. فاللي عمله اليوم ماكرون هو انه تخطى كل اعراف الدبلوماسيه، حكي لغه فجه بين مزدوجين قليله التهذيب، مدعيه. فينا نحكي اليوم عن المفوض السامي ايمانويل ماكرون في لبنان لهذه الدرجه؟ ايه طبعا، يعني اليوم هو يسمح لنفسه. هلا انتبه، المشكله إلى وجهين،
بينحكى أكثر من هيك بكثير عن الطبقة الحاكمة، وهي فعلا فاسدة، وهي فعلا جزء من اللي قاله صحيح ولكنه حق يراد به باطل بفمه. الطبقة الحاكمة فاسدة وفوتت كل الفرص بالسنوات الأخيرة بالأشهر الأخيرة أنها تروح على محل إنقاذي، وبينت أنه هم محاصصة وهم مصرياتها وهم نفوذها وإلى آخره. هذا صحيح. المهم مين ماكرون ليجي يقول كل هالحكي، وبأي سلطة عم يقدر عم يعطي دروس؟ يعني بيجي بيقول له لحزب الله ما فيك تكون جيش عم بحارب إسرائيل وبنفس الوقت تكون حزب سياسي، أنت مينك حبيبي؟ نعم بأي من وين عم تحكي؟ يعني تاريخ المقاومة الفرنسية معروف، وهي اللي حكمت فرنسا بعد انتصارها عن النازية. لا، في أهم من هيك. يعني أنت بهذه اللحظة بتجي هو أنت عامله حكم، يعني بابا ماكرون تعال حل لي مشاكلي. لكن أليست القوى السياسية أستاذ بيير هي من وضعته في هذا الموقف للرئيس الفرنسي وأعطته هذه القدرة ليتحدث؟ 100%. مش القوى السياسية، بعض القوى السياسية ولا حتى بعد انهيار النظام اللبناني، عقم وتفاهت الطبقة الأباطرة النظام اللبناني وضعفهم وهلأ عم بيهجوا كلهم لحماية مصالحهم وأموالهم، وخايفين من العقوبات وودائعهم بالغرب وخضوعهم إذا مش رستم غزالي ماكرون. يعني نحن اللي حاكميننا هيك من زمان، مش هاي القصة بس. هذا الزلمة هو طرف. أنت عم تحكي مع حزب الله، أنت حاربت بسوريا وأنت اللي شجعت الإرهابية والتكفيرية، وبالتالي وأنت خليت مئات التكفيريين يروحوا من عندك على سوريا. ومش صحيح أنه فرنسا ما كانت عارفة، مش هو ولكن الحكومات المتعاقبة، يعني هولاند وساركوزي وإلى آخره. وبالتالي ما بيقدر يكون، يعني ما عنده صدقية. يعني نحن بالوهلة الأولى منسحقين أمام رجل أبيض عم بيحكي من الإليزي بدون ما نعرف أنه هو ضعيف ببلده، أنه الناس ضده بالشارع، مش سوار جل الديب أو دي نكتة الصفر. نعم ستات الصفر، لأنه ديك جديين، مش حدا عم بيحركهم. هودي شعب جوعان كسر له نظام الحماية الاجتماعية، هذا وزير الأغنياء، رئيس الأغنياء عفوا. وبالتالي بدون استطراد لنرجع نقول أنه هذا هو طرف ما بيقدر يكون حكم. بنفس الوقت عمل مجموعة تدخلات وسمح لحاله، يعني هو هدد، يعني هو عم بيحرض على الحرب الأهلية. اللبنانيين اللي عم بيسمعوه قال لهم، سمح لحاله يقول انه هيدا الثنائي الشيعي هو اللي خربها. يعني اليوم من حق اللبناني الساذج اللي ما بيعرف شو صار بالكواليس، وكانوا زملائي عم بيحكوا على الموضوع، يقول يا عمي هودي خربوها، هودي بدون يجوعونا، هودي كذا. اسمح لي استاذ بيير، انا سافصل معك بهذه النقاط، لانه هناك الكثير من النقاط تحدث عنها. وكما ذكرت حضرتك هذا مؤتمر صحفي خطر، لانه ايضا يعني استاذ غسان سعود واستاذ غسان جواد تحدثا انه تبنى السياسه الامريكيه بالكامل او الرؤيه الامريكيه بالكامل، ولكن كيف يجيز؟ رجع سألني عنه لانه ماني موافق. هو تحت ضغط اللوبي الصهيوني بفرنسا. كيف يجيز رئيس دوله الرئيس الفرنسي لنفسه ان يتحدث عن الرئيس اللبناني بهذه الطريقة؟ ما عم بقول لك، يعني فيوز معه، يعني انبسط، حس حاله هو المفوض السامي. المفوض السامي هيك كان يحكي مع اللي حاكمين بلبنان، كان يقول له روح وتعا وانا بنزلك وانا بشيلك وانا بعطيك سره وانا بعطيك سلطه وانا بعطيك اقطاعيه. هو يتصرف اليوم من منطلق انه وقعنا يا سيدي، البقره لما بتوقع بيكتروا سلخينا. نحن وقعنا واقتصادنا واقع وطبقتنا فعلا بتجرس، فعلا ما بتبيض الوجه فعلا. بس بشكل عام هذا ما بيمنع انه هو عمل طبيقه، يعني هو الزعبير عمل طبيقة مع فئة من اللبنانيين وبده يركب معهم حكومة. وإذا بتقول له لا خي، لا أنا أكترية، ما فيك تعمل علي انقلاب، أنا أكترية مجلس النواب، بيقول لك أنت عم تعرق للحل. بيقول أمام الرأي العام الغربي وأمام الرأي العام اللبناني والعربي اللي عم يسمعوه أنه هودي الأشرار. إله حق هو يقول أنه هودي الأشرار، وإله حق يحكي يوصمهم بالإرهاب. أشرف بارودة دافعت عن الكرامة ودافعت عن المسيحيين والعرب وكل بالنهار ذاته اللي الجيش اللبناني عم بيستشهد بوجه إرهابيين حقيقي اللي هو وحلفائه، هن اللي عم شجعون وهن اللي عم بغزون، بدل ما يشوف الإرهاب بالمحل اللي هو في نوع من الزعبرة. وأخيرا اللي عم بيقوله عن طبقة سياسية مزبوط، بس أمتى فاعله؟ ما هن أصحابه، ما هو شركائه، ما هو واللي قبله واللي قبله هو بيتشارك معهم وبيقولهم شو بدهم يعملوا، بيتقسموا الغلة وبيعرف فسادهم وبيعرف انه بحولوا المصريات على فرنسا وتاركهم. فجأة صار إصلاحي ماكرون، بس يعني في غش إذا بدك، في نوع من الغش وفي نوع من الادعاء وفي نوع من دفع البلد نحو حرب أهلية. يعني أنت عم تستفز اللبنانيين، عم تتجرأ تكسر محظور تحكي عن المقاومة بلبنان اللي هي كرامة لبنان، أنت بالنسبة لك إرهاب حبيبي. بعدين مش لا منو، يعني إذا بدك اعترف أنه دعسوا له على أجر الأمريكان، دعسوا له على أجر الأمريكان. وعنده ما يسميهم زميلي وليد شرارة بالأخبار كتب مقال المحافظون الجدد بفرنسا
اللي هن عم يضغطوا عليه، يعني اذا بدك هو كمان مضغوط عليه من اللوبي الاسرائيلي، عمل فشخه صاحب حزب الله كمان نزلوا فيه بالفيجارو، عملوا حوار مع مسؤول لا. امريكي كبير ونشروا عريضه بتقول له لازم نعلنهم منظمه ارهابيه والى اخره. على كل حال استاذ بيير، يعني في كلامه ايضا في المؤتمر الصحفي تحدث انه هذه المبادره الفرنسيه لا زالت على الطاوله، ومشاهدينا اعطى الرئيس الفرنسي ايضا 4 إلى 6 أسابيع موعد كما قال لتطبيق هذه المبادره. استاذ غسان جواد، يعني حزب الله والقوى السياسيه ايضا الحليفه للحزب الآن كيف ستتعاطى مع هذه المبادرة؟ هل ستقبل أن تكمل بهذه المبادرة بعد كل ما قاله الرئيس الفرنسي أم أنها لا الآن قد تتعاطى بمنطق آخر؟ وهل الرئيس الفرنسي يعني كيف يتوقع من هذه القوى أن تتنازل عن ما لم تتنازل به لمصطفى أديب الآن عندما يقول أن هذه المبادرة لا زالت موجودة وبأنه نحتاج إلى حكومة إنقاذ وليس حكومة سياسية تتواجد فيها القوى السياسية اللبنانية؟ يعني فلنفترض أنهم ظلوا تحت سقف هذه المبادرة الفرنسية، وقالوا قال حزب الله وحلفائه أنه لا نزال نؤيد المبادرة الفرنسية. ما هي فرص نجاح هذه المبادرة في ظل عدم وضوح الرؤية وفي ظل الكلام الذي قاله الرئيس الفرنسي والذي يعكس عدم وجود رؤية فرنسية حقيقية وعدم معرفة بحقيقة الواقع السياسي اللبناني وموازين القوى اللبنانية والمسار الذي سلكته عملية التفاوض على التكليف على عفوا تأليف الحكومة والذي بدأ فيه مصطفى أديب كأنه يريد أن يعني يؤسس مجلس إدارة لشركة من دون أن يخبر المساهمين في هذه الشركة بأي شيء. هيك عمل ماكرون بلا قطع حديثك غسان، هيك عمل ماكرون يعني. ماكرون عمل حزب وحكومة ومرشحين بمجلس النواب على أساس عم يعمل شركة، شاف السي في تبعهم ووظفهم، يعني هيك بيشتغل ماكرون. منطق أولا غير لبناني وغير سياسي وغير ذكي وغير واقعي. بلبنان معروف في التوازنات، واللي بده يجي يشكل حكومة بده يحكي مع كل الأطراف فعليا ويواكبها ويشوف مين حقيقة قدم تنازلات ومين عم بيعرقل وعم بيقدم أوراق اعتماد للأمريكي وللسعودي وعم بيقول لهم أنا يعني قادر على مواجهة حزب الله وما إلى ذلك من الكلام اللي عم بيواكبوه الأمريكان والسعوديين بعدوانية فظيعة تجاه لبنان وحتى جمهورهم بالبلد يعني عم بيجري هيك نوع من تهشيم للاجتماع اللبناني ودفع نحو الانقسام الحاد وصولا إلى الاحتراب. كل هذا المناخ كنا بنعتبر أنه إذا اجت حكومة تفاهم وطني مطعمة بأخصائيين بحتى بعض القوى اللي أنتجها 17 تشرين مسلوقة بالحكومة وما إلى ذلك نعمل شوية استقرار سياسي حتى حكومة واضح شو بدها تعمل. حتى برنامج الحكومة رفض يناقشه، يعني كان كتير مسكر وهذا ما بيصير بلبنان يعني. نعم. حتى ربيبة أمريكا إسرائيل اللي هن بيعتبروها أعظم ديمقراطية بالمنطقة بيضلوا يقولوا عنا أعظم ديمقراطية بالمنطقة. نعم. رئيس الحكومة بجرب يأمن توافق لما بيعمل ائتلاف أحيانا بتفرق معه على 2 وعلى 3. نعم. وبيعمل تفاهمات وبيعمل مفاوضات مع الكتل النيابية قبل ما يروح على الكنيسة ياخذ الثقة. واضح. يعني لذلك أنا برأيي مع الأسف يعني قد نكون دخلنا بلحظة انعدام وزن للمبادرة الفرنسية. أشكرك جزيل الشكر. وقد نكون فتنة. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ غسان جواد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من جبل لبنان وعذرا مشاهدينا على هذه المشكله التقنيه. استاذ غسان سعود، السؤال الان عن السقف، لانه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يتحدث وانه هذه المبادره لا زالت موجوده وكانه هذه المبادره هي الخلاص الاخير للبنان وكانه امام اللبنانيين لا يوجد اي حل اخر سوى هذه المبادره الفرنسيه، لذلك هو ترك هذه المبادره على الطاوله واعطى مهله كما ذكرنا قبل قليل. ولكن ماذا عن السقف؟ يعني سابقا عندما جاء الى بيروت تحدث مانويل ماكرون قال انه يريد حكومه او يجب ان يكون هناك حكومه يكون فيها اوسع تمثيل على ما اذكر، الان ما هو السقف خاصه انه يرفض كل ما طرح في الفتره الاخيره؟ انا اعتقد ان المؤيد الاول لمبادره ماكرون
يعني اكثر حدا كان محمس بالبلد للدوري الفرنسي هو رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ما ترك شيء ممكن ينعمل، بما في ذلك توتر علاقه التيار الوطني الحر وحزب الله بالجمعتين الماضيين، كان بناء من ايمان رئيس الجمهوريه بدور ما لفرنسا بانقاذ لبنان. بعتقد من هيك معرفتي يعني المتواضعه انه اليوم ماكرون خسر شريكه اللبناني الرئيسي، فضلوا الشركاء السعوديين. بعتقد اليوم المبادره الفرنسيه، عنوان مؤتمر ماكرون المبادره الفرنسيه لا مبادره، يعني اليوم الزلمه ما عم بيقدم مبادره، ما عم بيقدم طرح سياسي، ما عم بيقدم اي شيء بيؤدي لاي حل. مفروض القوى السياسية تقول له من بكرة إذا بدك تشكل حكومة شكل حكومة عندنا مثل ما بتشكل حكومة عندك بنفس المعايير. نعم. بعتقد أنه كل التساهل اللي شافه من حزب الله ومن حلفاء حزب الله ما بقى يشوف منه. واثنين بخصوص أنه هذه المبادرة هي فرصة الأنقاذ الأخيرة، القوى السياسية اللي بشكلوا أكثرية بالبلد خاضوا تجربة غير موفقة عبر حكومة حسان دياب. هؤلاء الأفرقاء السياسيين بيمثلوا أكثرية بالبلد مطالبين اليوم من جمهورهم ومن الرأي العام اللي محيط فيهم أنه يقدموا خطة طريق إنقاذية حقيقية مع حكومة جدية قادرة تواجه كل التحديات اللي عنا إياها، مع اتصالات أقليمية ودولية قادرة تطلع البلد. مع الإشارة أيضا أستاذ غسان سعود، لأنه إمكانية تشكيل حكومات في لبنان عادة تحتاج إلى وقت، هو قال أنه 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، ربما مجرد تكليف شخصية الآن بعد اعتذار مصطفى أديب سيكون أمر بالغ الصعوبة. ولكن سنتطرق إلى 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 نقطة هامة، لأنه هناك حديث عن اتصال حصل بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. خلال هذا الاتصال كما يقال، كما نقلت يعني روسيا اليوم، بأنه تم الاتفاق على أن يكون الحريري هو رئيس حكومة ربما في المرحلة المقبلة. ولكن قبل ذلك ينضم إلينا الآن مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة أيضا المحلل السياسي الأستاذ حسام مطر. أستاذ حسام أهلا بك في هذه التغطية، يعني أريد منك تعليق بداية ونحن نعلق على هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على جملة تعنيكم أيضا كشعب لبناني وكمحللين سياسيين لبنانيين. أستاذ بيير أبي صعب ضيفنا هنا قال أن هذه الطبقة السياسية جزء كبير منها فاسد وربما تستحق الكثير من الكلام، ولكن أن يخرج رئيس دولة الرئيس الفرنسي ويقول أدين كل الطبقة السياسية بما فيها رئيس الجمهورية، كيف تعلق على ذلك وكيف يجيز لنفسه أن يتحدث بهذه الطريقة؟ يعني المبادرة الفرنسية واضح ويخلط بين دور الرعاية ودور الوصاية. المطلوب من فرنسا والمقبول من فرنسا أن تؤدي دور راعي في هذه المرحلة في لبنان لمحاولة أن توجد مسارا للخروج من الأزمة. هذا المقدار مقبول وهذا المقدار طبيعي وفقا للحالة اللبنانية. ما شاهدناه اليوم هو محاولة أكثر من دور رعاية، هو القيام بدور وصاية، وهذا غير ممكن لأسباب مختلفة، لأسباب داخلية ولأسباب خارجية. لأسباب خارجية اليوم فرنسا ليست بالقوة التي تتيح لها أن تكون دولة وصاية في لبنان، وثانيا ليس هناك إجماع إقليمي ودولي على دور فرنسا في لبنان، هي حتى لا يوجد اتفاق بينها وبين المكتمل بينها وبين الأمريكيين أو بينها وبين السعوديين، ولا لديها اتفاق مكتمل مع الإيرانيين. يعني حتى عندما أتيح لسوريا أن تلعب هذا الدور بعد الحرب الأهلية كان هذا جزء من اتفاق إقليمي ودولي. الفرنسيون اليوم ليس معهم اتفاق إقليمي ودولي يمنحهم دور الوصاية على لبنان، وهم ليسوا بالقوة التي تتيح لهم ولا يمتلكون الأدوات الكافية لعب دور الوصاية على لبنان. وأيضا في الوقائع الداخلية اليوم في لبنان هناك توازنات قاهرة وتوازنات لا يمكن تجاوزها بالمطلق. نعم نحن في أزمة، متورطون في أزمة، نحن نسير في مسار انهياري، لكن هناك توازنات في لبنان تترك تداعيات على كل إقليم. هناك قوة وازنة في لبنان هي المقاومة التي لديها تأثير في كعديد من الملفات الإقليمية. لهذه الأسباب الداخلية، لهذه الأسباب الخارجية، لا يمكن لفرنسا في هذه اللحظة والتي هي جزء وهي ليست طرفا محايدا، يعني يمكن أن يكون الوصي نوعا ما محايد لكن فرنسا ليست دولة محايدة، لكل هذه الأسباب فرنسا لا يمكن أن تؤدي دور قوة وصاية على لبنان رغم كل المأساة اللبنانية. هي يمكنها أن تقوم بدور رعاية. الخطاب اليوم كان خطاب وصي، وهذا قلنا ليس لديه ظروف لا إقليمية ولا دولية ولا ظروف محلية. على الفرنسيين أن يتواضعوا
وأن يأخذ بعين الاعتبار التوازنات القائمة والهواجس القائمة والمخاوف القائمة، وأن يبدو بالمقابل حسن النية، وحين يمكن أن يحدث خرقا ما. أما دور الفرض والإرغام والإخضاع والابتزاز والتهديد في لبنان لن يؤدي الآن إلى أي. طيب أستاذ حسام، أنت تتحدث الآن عن انتقال فرنسا من منطق المبادر أو الوسيط إلى منطق الوصي، تتحدث أنها الآن تمارس الوصاية، ولكن هل هذا دور فرنسي بحت أم أنه فرنسا تمثل أيضا ما هو أبعد من ذلك، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية؟ واضح هناك خلاف، نعم هناك نوع من التقاطع واضح بين الأمريكيين والفرنسيين، لكن أيضا هناك خلاف واضح، وخلاف واضح خاصة أن اليوم الأمريكيين في لحظة غياب نوعا ما لأسبابهم الخاصة المرتبطة بلحظة الانتخابات والاضطرابات التي تمر بها الولايات المتحدة، هناك تقاطعات واضحة، هناك مصالح مشتركة واضحة، لكن أيضا هناك تباين، وهذا تباين جدي وواضح، ويحاول ماكرون الاستفادة منه للتهويل على اللبنانيين. هو يقول للبنانيين اليوم بالتحديد لفريق المقاومة وحلفائها أني أنا الشرطي الجيد، أنا أصاحب المبادرة التي تريد إيجاد مسار الحل، إذا فشلت أنا تنجح، يبقى المسرح خاليا للمقاربة الأخرى، ويقصد المقاربة السعودية التي قال بوضوح أنها مقاربة مشروعها في لبنان هو الدفع نحو الانهيار الشامل لمحاولة إلحاق أذى بحزب الله وحلفائه داخل لبنان. هناك اختلاف، والدليل الآخر هو قال أن الذي أفشل المبادرة أن الرئيس سعد الحريري أضاف شرطا إلى المبادرة الفرنسية لم يكن موجودا، وهو شرط طائفة وزير المالية، وهذا الشرط لم يضيفه الرئيس الحريري بنفسه بل بطلب سعودي من باب التخريب على المبادرة الفرنسية، وبالتالي هناك افتراق واضح، السعوديون لا يريدون أن تحصل هناك أي حل جزئي للأزمة، ومن دون أن يكون هناك تنازل وبل نوع من استسلام لحزب الله، ويقولون إن لم يكن هناك تنازل واضح وحاسم لحزب الله وحلفائه لن يكون هناك تسوية، وليستمر الانهيار ونحصد النتائج من خلال الانهيار. ويبقى سؤال أستاذ بيير أبي صعب، هل هناك بعد هذا الخطاب تباين فرنسي مع وجهة النظر الأمريكية كما تفضل أستاذ حسام مطر، أم أنه لا هناك تبني اليوم عندما يصوب كما ذكرت قبل قليل في عندما انضممت إلينا باتجاه المقاومة بهذه الطريقة إذا شنت حرب على إسرائيل وتواجدها في سوريا، أليس هذا مطابقا لوجهة النظر الأمريكية؟ لا، شوف، هو ماكرون مش يعني هو جزء من هذه المنظومة، هو الرجل الأبيض، هو الاستعمار الغربي بنفس المصالح، بنفس التعاطف مع إسرائيل، بنفس الكره الحقيقي للمقاومة بما هي مقاومة بإنجازاتها كمقاومة، ما عنده هاجس علماني. يعني لما سأل واحد الصحفيين قال له مش هاي الطائفية، قال له ما بعرف وكذا، بالعكس الفرنسيين بيحبونا منقسمين طائفيا، ما بدهم يانا شعب عم ندافع عن حقوقنا. أظن أنه قال كمان، قال أنه إجت العقوبات بغير وقتها وأزيتنا، يعني وترت الأجواء. ألمح انه الامريكان دعسوا له على اجره او فركشوه، وبالتالي لا، في هو عم بيحاول، انتبه فرنسا برات المنطقه عم بيحاول يرجع في الحرب مع تركيا والى اخره، بس بده يلاقي موطئ قدم بهذه المنطقه من العالم، بعد فتره ما بقى عنده دور. اجت هذه اللحظه، وقوع لبنان، انقسام لبنان، والتوجه الى فرنسا كحل وسط مع بس بالاخر ماكرون عنده ضغط حقيقي بقلب فرنسا، هذا اللي حاولت اقوله بس قلته كثير بسرعه. وقت اللي كان بلبنان مراسل الفيجارو كتب فضح أشياء صحيحة، هي تهديد ماكرون لبعض الشخصيات أنه منحطكم على العقوبات، مالبرونو. جورج مالبرونو بنفس الجريدة اللي هي الفيجارو انعمل عريضة بتقول له لازم تصنف، لازم فرنسا وأوروبا يصنفوا حزب الله منظمة إرهابية، وكمان بنفس الفترة عملوا حوار مع مسؤول أمريكي كبير بيقول نفس الحكي، بيقول لازم مش لازم يعني العقوبات على إيران لازم تكمل وإلى آخره. وبالتالي ماكرون محشور بمحل، يعني إذا بدك الغطرسة تبعيته، هذه العنترية تبعيته، هي شخصيته بسموه جوبيتير، بأنه هو قال مرة أو البرومير دو كوردي، الأول واحد بفريق التجديف بده يكون دائما الأول، هو الصبي الشاطر، فعنده هيدي عن جهة الصبي الشاطر، بس بالحقيقة هو كتير محشور، وبالحقيقة ما عم يلعب صحيح. يعني إذا فكروا أنه ترجع المبادرة الفرنسية بنفس الشروط، طب ما أنت لما بتفشل شغلة بتقول عال خلينا نجرب شغلة تانية بظروف تانية، يعني اللي كان عم بيقوله أستاذ حسام مطر أنه بده يعمل تنازل حقيقي للمقاومة، إذا عم بيحكي عنها كتنظيم صغير هيك يعني مجموعة صغيرة، عم يحكي عن قوة إقليمية تهدد كل السلام بالمنطقة، وعم يحكي عن
قوة سياسية لها شرعيتها الحقيقية الوازنة بلبنان، وبالتالي بده يعملها. ما بيقدر اللي انعمل، اللي انعمل شو يعني هذا الرئيس المكلف مصطفى أديب، معلش خلينا نذكر عمه بي مرته فرنساوي، هو بيشتغل عنده لماكرون، بيشتغل عنده بحزبه، مع حزبه شركة، هو مسؤول قطاع الصحة بحزب إلى الأمام، بتيار إلى الأمام، بحركة إلى الأمام، جابه اختاره، اجا قعد مع رؤساء الأربعة، يعني اجا قعد عطى صفة طائفية مذهبية للموقع وللدور، قعدوا يشكلوا وحدهم اللي بدهم اياه انه مش حزبي بس على ذوقهم، يعني قعد السنيورة وسعد الحريري يركبوا حكومة، وانت بتقعد تتفرج، بيطلع اليوم كل الإعلام، نادي الرؤساء الحكومات السابقين، نعم، كل الإعلام الديمقراطي الغربي اليوم، جريدة الموند انه فشل الثنائي الشيعي، فشل جريدة الموند شوي احسن، قالت هيدا خلاف بين زعماء السنة وزعماء الشيعة، هيك شايفين الصراع، مش فاهمين انه الصراع، حدا عم بيستغل جوعنا وفقرنا وانهيارنا ليعمل وصايه سياسيه، انه نحن عندنا حدود مغتصبه، عندنا تفاوض على حدودنا مع العدو الاسرائيلي، عندنا ثروات بدها تطلع بالارض، عندنا 100 طريقه نحلها بلا ما نبيع اصولنا ومواردنا، ونحن عم نحاسب البنوك والاغنياء انه هن يدفعوا، اذا بدك هاي الحلول كلها جاي ماكرون يعمل شيء ثاني، جاي بالبور، جاي بالكهرباء، جاي بهالقطاعات المثمره، يجيب عقود لبلده، يعني ما يعمل حاله رسول سلام او رسول ديمقراطيه ويحكي بهالفوقيه، بس للاسف للاسف بلحظه من اللحظات عم تسمعه بتقول اخي معه حق، ما انت اللي حاكمينك كمان ناس مش منتبهين وين رايحين، ما عندهم وعي للكارثه، الا اذا ثرواتهم هربوها ولا بعد، اذا رح يخسروا جزء من امتيازاتهم الماليه، وبالتالي هن اللي حكموا فينا ماكرون وليس العكس، يعني الله يسامحهم. استاذ بيير افهمك انه الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي حاول الاستفاده على المستوى السياسي الداخلي بما انه ايضا مأزوم لكي يظهر بهذه الصوره التي رايناه فيها اليوم؟ ايه طبعا هو مأزوم وهو عم بيحاول يستفيد اقتصاديا وسياسيا من الازمه اللبنانيه من خلال هذا الظهور امام الراي العام الفرنسي ايضا، لانه خرج من الاليزيه بنهايه المطاف. من اخر مره شفت رئيس فرنسي او رئيس غربي بيعمل مؤتمر صحفي كامل عن بلد صغير على الخريطه 4 ملايين 10000 كيلومتر مربع، يعني هو اليوم يقدم نفسه بصفته للغرب كله بصفته انه خذوا مني حزب الله، انا بصير الوسيط بالتحاور معه. طيب. بس اليوم اللي قاله غير مسموح، يعني انا ناطر رد، يعني نحن ناطرين رد بسرعة من السيد على اللي قاله، أكيد هذا شيء ما ممنوع ينقال، هذا إعلان حرب، عدا أنه عم إعلان حرب، أكيد أنت بتحكي عن حزب الله بهالطريقة هيدي وبهالظرف، أنت جاي تصلح الوضع. ماكرون بلش أنه بدنا حكومة ما لها شيء بتمثل الطبقة السياسية لأنه بدها تاخد قرارات حاسمة، وندفي ندفي ندفي تراجع لإقصاء حزب الله من كل شيء. طيب. ما بيقدر يعملها هيدي. في ظل إعلان الحرب هذا أستاذ غسان سعود والضغط على الحزب وتحميل الحزب بشكل مباشر مسؤولية إفشال تأليف حكومة للرئيس المكلف سابقا حسان دياب، حلفاء حزب الله الآخرين برأيك أين سيكونون الآن، خاصة أن هناك كلام عن عقوبات وضغط متزايد عليهم ليفكوا تحالفهم مع حزب الله، وبالتحديد يعني تكون الأمور واضحة بالتحديد التيار الوطني الحر، ورقة التفاهم، وقبل قليل أيضا كان هناك يعني تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحدث فيه أنه لو لم يكن الرئيس ميشيل عون بموقعه الذي هو فيه الآن لما كان لبنان تحت حكم ووصاية المنظومة الإيرانية. يلي بس بدنا نذكر أنه هو كمان بفاخر أو بيربح منية بيربح جميل انه هو المساهم الرئيسي بوصول عماد عون لقصر العبدي، يعني بس المشاهد يعرف هو بيقول انا بفضله وصل عماد عون على عبده، هذا الشيء كذب طبعا، وبعد وصول عماد عون على عبده صرنا خاضعين للحكم الايراني، يعني في تناقض هائل طبعا بين كل مواقف سمير جعجع. المهم بالموضوع انا برايي حلفاء حزب الله وكل اللي حريصين على حزب الله بدهم اليوم من حزب الله هن مع هيدي المواجهة السياسية، أبدا ما بيهبوها لهيدي المواجهة السياسية، ولكن بدهم بالمقابل من حزب الله يحط خريطة الطريق للخروج من النفق الاقتصادي والاجتماعي. حزب الله فقط أستاذ غسان سعود اليوم مطالب برد، خاصة أستاذ بيير أبي صعب قال أنه يتوقع أن يكون هناك رد، عذرا يتوقع أن يكون هناك رد أو يطالب برد من أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله، ولكن أيضا الرئيس ميشيل عون هل سيكون له رد على ما قاله اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما توجه بالقول أنه ندين هذه الطبقة السياسية وعلى رأسها الرئيس اللبناني؟
أنا سبق وقلت أنه الرئيس عون كان من أكثر المتحمسين لهذه المبادرة، الرئيس عون عمل كل ما يمكن. لا، تحمس للمبادرة، عفوا أستاذ غسان سعود، تحمس للمبادرة شيء، وأن يخرج ويقول ندين الرئيس اللبناني على رأس القوى السياسية في لبنان شيء آخر. ما هيك عم أقول لك، لو الرئيس عون مش مسلف ماكرون كثير مواقف كثير منيحة، ما كان ردة فعله، أنا بعتقد ردة الفعل لن تكون متساهلة مع هذا التصريح. يعني اليوم رئاسة الجمهورية بروتوكوليا أصلا مفروض ترد، لأنه في رئاسة جمهورية تعرضت له بالمضمون. بعتقد بقدر أنه رئاسة الجمهورية ما فيها تكفي بموضوع المبادرة، بموضوع العلاقة مع ماكرون مثل ما كانت قبل هذا المؤتمر الصحفي. على كل حال ماكرون قال أيضا أنه هذه، عذرا على مقاطعتك أستاذ غسان سعود، ولكن هناك الكثير من الأسئلة بعد، قال أيضا أنه هذه المبادرة مستمرة أستاذ حسام مطر، وعطى مهلة 4 إلى 6 أسابيع. ولكن السؤال، القوى الأساسية في لبنان التي تمتلك الأغلبية في البرلمان اللبناني، هل ستقبل أن تستمر بهذه المبادرة وأنه لازالت على الطاولة، أم أنه سيكون لها موقف آخر استنادا إلى السهام التي وجهها إليهم اليوم إيمانويل ماكرون؟ هي ستكون ضمن المبادرة، لن تخرج من المبادرة، لكنها أعتقد بعد ما جرى اليوم وما جرى أيضا في مرحلة التأليف ستتعاطى بطريقة مختلفة تماما. يعني هي اليوم لم تقول أنها أصبحت ضد المبادرة وأنها ترفضها، لا، لن تتعاطى بهذا الشكل، لكنها ستتعاطى معها بطريقة مختلفة، لأنه كان هناك يعني أمور تكشفت في نوع من العدائية، في نوع من محاولة الحصول من القوى الأكثرية على صق استسلام. يعني ما تطلبه هذه المبادرة هو كان يمكن أن يحصل بعدما أن يحصل حزب الله فرضا الانتخابات النيابية، أو أن تحصل حرب ويخسر الحرب. هناك محاولة للاستغلال الانهيار لفرض هزيمة على حزب الله وحلفائه، هزيمة سياسية، وهذا لن يحصل. وبالتالي بما أن هذه النوايا تتكشف، سواء لأنها رغبة فرنسية أو لأن الفرنسيين مضطرين لمجاراة المطالب السعودية والأمريكية، لذلك الأكثرية اليوم النيابية مطالبة ستتعامل بنفس جديد وطريقة جديدة، وتطلب ضمانات إضافية حول المرحلة المقبلة. أعتقد أن الأمور اليوم ازدادت تعقيدا، وأن الكلام الذي اعتقد ماكرون أنه من خلال الابتزاز والتهديد مرة بالانهيار ومرة بالسعوديين ومرة بالحرب ومرة بالعقوبات، اعتقاده أن هذا سيسهل الأمور، النتيجة ستكون العكس تماما. أصبح المشهد اليوم أكثر تعقيدا بكثير. هناك دول وازنة لا تريد المبادرة وتفضل الانهيار، هناك وقائع داخلية، هناك قوى في الداخل اليوم أصبحت أكثر حذرا. يعني لو كان حذر حزب الله في المرحلة السابقة نسبة 50-60%، اليوم يصبح 70-80%، وكل كتل الأكثرية هو الأكثرية في نفس الأمر. بالتالي الأمور أصبحت أكثر تعقيدا، أصبح هناك الكثير من الاعتبارات يجب أخذها. لن يعلن أحد، لا الفرنسيين ولا اللبنانيين، موت المبادرة الآن. سينتظرون جميعا إلى حد بعيد نتائج الانتخابات الأمريكية، وعلى ضوئها سيبنون خطوتهم المقبلة، وإلى حينه سيبقى البلد يتخبط. وأصبحنا أعتقد اليوم فرضية أننا نشهد اضطرابات أمنية أصبحت مرتفعة أكثر، كلما نتجه باتجاه الانهيار وهذا الكباش الداخلي والخارجي، نرى كل القوى المعنية في لبنان ستضع مزيد من الأدوات على الطاولة، ومن هذه الأدوات سيكون الاستعراضات القوة، استعراضات في الشوارع والاستعراضات الشعبية وغيرها عن الحملات الإعلامية. فنحن دخلنا في مشهد أكثر تعقيدا بعد كلمة الرئيس الفرنسي. ونحن دخلنا في هذا المشهد أستاذ حسام مطر أيضا بعد اعتذار الرئيس المكلف سابقا مصطفى أديب وفشله في تشكيل حكومة. أستاذ بيرا بصعب، بدأت حديثك أنه البعض لم يكن يعرف ماذا يحصل تحت الطاولة، واليوم هناك تحميل مسؤوليات بموضوع الفشل يعني من قبل الرئيس الفرنسي، ونحن نعلق على هذا المؤتمر الصحفي، حمل مسؤوليات بشكل مباشر أمل حزب الله، وذكر رئيس سعد الحريري بأنه هو من أدخل العنصر الطائفي فيما يخص تسمية الوزارات. نحن الآن نتوجه للمشاهد اللبناني وللمشاهد العربي أيضا، من المفيد أن نعرف من عرقل تشكيل حكومة مصطفى أديب، لأن هناك تحميل مسؤوليات اليوم وهذا هام. اليوم إجا الرئيس المكلف حس حاله إمبراطور، يعني أنت بتاخذ شرعيتك من اللي سموك، اللي سموه هن الكتل النيابية وبالتالي الشعب، حس حاله إمبراطور وقرر أنه يشتغل منفردا.
بذريعة ظريفة مقنعة للوهلة الأولى، الشباب والصبايا اللي بالشارع اللي الناس عم تضحك عليهم وعم تستدرجهم وعم بتاجر بغضبهم، بيقتنعوا بفكرة أنه تعبنا من هالطبقة، ما هن فاسدين، كيف بدنا نعمل معهم؟ نحن ما نعمل وحدنا. وحدك أنت ومين؟ يا بيكون الشارع جايبك، يا بيكون في قوة بديلة معارضة انتخبتك، بيكون عندك شرعية ما. هو شرعيته الوحيدة المعلنة كانت رئيس جمهورية فرنسا. حبيبي هي مش شرعية، هيدي عم نقول هذا زلمة عم يعمل وساطة. اوكي، دولة لم تعد عظمى، دولة صغيرة فقيرة ما معها مصاري وما عندها قوة عسكرية، انه ما عندها قوة عسكرية لتشاد. فانه لحظة، بس اذا صديق ومنتدب سابق وانتداب سابقة وام الحنونة وكذا عم يلعب دور وسيط، عال بيجع بالسر بغرفة سرية كان عم يشتغل مع هيدي الغرفة المغلقة اللي سمته واللي حميته خلف النظام الطائفي. لازم يسقط صحيح، والمذهبية لازم تسقط، بس منين بتبلش؟ انت بتبلش اذا قاعدين معه رؤساء سابقين، وتحديدا انه سموم السنيورة وسعد الحريري قاعدين عم بيقولوا له بدنا هيدا الاستاذ بالجامعة الامريكية، بدنا هيدا من كلنا ارادة، اللي هي تنظيم رجال الاعمال عندهم رؤية ليبرالية انه القطاع العام هو المصيبة، بس ما بتصلحه بتضربه وبتعطي القطاع الخاص كل شيء باختصار شديد لانه عم نحكي. فبتجيب هودي رجال الاعمال والليبراليين وكذا انهم مش حزبيين. بلبنان شو يعني مش حزبي؟ بكره مين بيفاوض العدو الاسرائيلي على الحدود مثلا؟ مين بيحكي اذا بنعطي للصين البورت تبعنا ولا بنعطيه لفرنسا؟ ومين قال لي انه فرنسا احسن من الصين والى اخره؟ وبالتالي ما كان عنده يعني اذا بدك ايه ثنائي تمسك بالماليه. وبهالمحل انا كواحد مع الغاء الطائفيه بقول، مش انا كمان بقول انه مش لازم يكون الوزارات حكر على اي طائفه، بس باي اطار؟ مش هلا، مش بعد ما امريكا بكل فجور عاقبت شخصيتين من حلفاء حزب الله. يعني انت وبيطلع ملك السعوديه زكريا زملائي عم بيعلن حرب، عم يعلن حرب على ايران انه هو لانه انتصر باليمن ما شاء الله عليه، عم يعلن حرب على ايران انه منين بيطلع له يعلن حرب؟ هيدي بس بتحرض بقلب لبنان وبتدفع هودي الارهابيه اللي بوادي عرب وادي خالد وغيرهم انهم يعملوا اللي عملوا. وسؤال سيكون ايضا على الخطر الامني، اذا كان سيكون هناك خطر امني جدي خاصه بعد الذي جرى بالشمال، اذا كان هناك تنسيق بالمواقف. ولكن انضم الينا الان ايضا رئيس تحرير جريده اللواء استاذ صلاح سلام. استاذ صلاح سلام، أهلا بك. أريد منك بداية تعليق على ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مؤتمره الصحفي، خاصة أنه ضيوفنا هناك هنا تحدثوا أنه لم يعد يلعب دور وسيط، إنما بدا وكأنه وصي. يعني بالواقع هو أدان كل الطبقة السياسية، لم يميز بين طرف وآخر، بدليل ذكر ما أخطأ به الرئيس الحريري إلى جانب ما قام به الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله. يعني هو لم يميز بين طرف وآخر، بين حليف وصديق أو خصم. كان واضحا أن كل الطبقة السياسية اللبنانية تتحمل مسؤوليات هذا الفشل، خاصة وأن لبنان في وضع لا يحتمل التأجيل ولا يحتمل المماطلة ولا يحتمل هذا الصراع على المناصب بهذا الشكل. فعلا نحن أضعنا شهرا كاملا في تشكيل من أجل تشكيل هذه الحكومة، وأخيرا لم تبصر النور ولم نمسك بطرف الخيط للخروج من هذا النفق المظلم الذي نتخبط به. يعني اليوم لا يجب أن نضيع مزيدا من الوقت في تراشق الاتهامات والتقصيرات. نحن اليوم أمام مهمة قضية تاريخية، إما أن نستطيع أن ننقذ بلدنا ووطننا، وإما هذه الدولة الفاشلة ستسبب بالمصير الأسوأ لهذا البلد ولشعبه. أستاذ صلاح، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال أن المبادرة الفرنسية لا تزال على الطاولة، وأعطى مهلة ما بين 4 و6 أسابيع. حضرتك تتحدث عن نفق مظلم، هل هناك إمكانية للخروج من هذا النفق بعد هذه التطورات؟ وهل المبادرة الفرنسية يعني المهلة التي أعطاها ستكون كافية للقوى السياسية لإعادة الاتفاق على شخص لتكليفه ثم أن يؤلف حكومة؟ أعتقد أن مهلة 6 أسابيع يعني أخذت بعين الاعتبار تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا مؤشر مهم، يعني خاصة أنه يبدو أن ثمة عراقيل أيضا خارجية ساهمت في عدم ولادة حكومة وفي إضافة تعقيدات جديدة على الوضع اللبناني. يعني لذلك أنا أعتبر أن فترة 6 أسابيع ليست فقط هي للسياسيين اللبنانيين في الداخل، هي أيضا
للفرصة لاستطلاع ما تؤول إليه الأوضاع في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي مصير المفاوضات المتوقعة بين واشنطن وطهران. ويعني أنت تتوقع أن تبقى المراوحة الآن في لبنان إلى حين حصول الانتخابات الأمريكية؟ أنا أخشى أن هذه المراوحة يرافقها بعض السخونة يعني في بعض المواقع، وأن نكون نحن نبحث كالعادة عن حلول لأزماتنا على صفيح ساخن. وبالتالي يعني هناك يعني مخاطر من حوادث أمنية، يعني ما جرى في وادي خالد مثلا وما جرى في المنيا وقبلها في كفتون وخلية ومكيل عن خلية البداوي، يعني كلها مؤشرات يعني لا تنبئ بالخير يعني. وبالتالي هو حزب الله عم بيحركهم استاذ صلاح، ما هيك؟ ما بدنا نحكي بالاتهامات ارجوك، يعني احنا اليوم عم نغرق وبعدنا عم نقول انت السبب وانا السبب وهو السبب، ما نحن كلنا الاخرة كلنا عم تغرق فينا. صحيح. مين فوق الماي بعده؟ طيب استاذ صلاح سلام، بالنسبه لانه كما تتحدث انه السفينه تغرق اليوم، امكانيه يعني الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة جديد، خاصة أنه كان هناك خبر لافت اليوم بحسب معلومات روسيا اليوم يتحدثون أنه هناك اتصال حصل بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واتفقا على عودة الرئيس الحريري، هل لديك معلومات ومعطيات عن هذا الموضوع؟ لا أعتقد أن يعني عودة الرئيس سعد الحريري بهذه السهولة، وأذاع بيان اليوم أنه وأعلن أنه غير مرشح لهذا المنصب. أنا أخشى أن تكون هناك عودة للحكومات السياسية التقليدية، وبالتالي يعني وكأن كل هذا الالتفاف على المبادرة الفرنسية هو هدفه إبقاء هذه الطبقة السياسية متمسكة بالناصية القرار وبالمكاسب والمصالح ولو كانت على حساب البلد، وما بقي يعني لا أدري ماذا بقي من مصالح يعني سواء على مستوى الدولة أو على مستوى البلد حتى يتمسكوا بها بهذا الشكل يعني. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة الوقت اللبنانية أستاذ صلاح سلام، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت. أستاذ حسام مطر، يعني استمعت لأستاذ حسام صلاح متخوف على المستوى الأمني استنادا إلى ما حصل أيضا في الشمال والمراوحة الحاصلة الآن وعدم تشكيل حكومة وانتظار الانتخابات الأمريكية، هل يمكن أن يشهد لبنان لا سمح الله مخاطر أمنية؟ يعني الوضع الداخلي مع التحديات الآتية من الخارج، نحن في لحظة اهتزاز لموازين القوى، وهذا عادة هي اللحظة المؤاتية والأكثر خصوبة لحصول محاولات لاستخدام العنف، يعني يكثر استخدام العنف في اللحظة التي تصبح هناك سيولة في موازين القوى، أن يشعر طرف بأنه أقوى من السابق أو يشعر طرف بأنه يضعف، في هذه اللحظة عادة تنفتح البيئة على أعمال من العنف، ونحن في لبنان اليوم في لحظة اهتزاز لتوازنات القوى القائمة، وهناك لحظة كباش خارجية على الملف اللبناني قوية جدا، وهناك ترهل للدولة المركزية ولأدواتها ولأجهزتها، كل ذلك نعم يؤدي للقول أن احتمال حصول اضطرابات أمنية في المرحلة المقبلة هو احتمال يرتفع، اضطرابات على أشكال مختلفة تأخذ أبعادا شعبية وأبعاد أمنية واحتكاكات في الشوارع، هناك حاجة لدى كل الأطراف اليوم إلى إبراز عناصر القوة لديها لتؤكد أنها في هذه المرحلة التفاوضية في هذه المرحلة الانتقالية أن لديها ما يمكنه من خلالها أن تفرض بعضا من شروطها. نحن في وضع هش جدا وفي وضع خطير جدا، وأيضا حتى لا ننسى أننا غير ما قلناه عن الظروف التي تهيئ للعنف، هناك الأزمة المالية والاقتصادية التي ستستمر بالتدحرج خلال الأسابيع المقبلة، تتدحرج لأسباب موضوعية، وأيضا لأن هناك من سيكون بمصلحته تسريع الأزمة الآن لإلقاء اللائمة على الأكثرية النيابية وحزب الله تحديدا، أيضا هذه الأزمة المالية والاقتصادية ستكون عامل إضافي يشجع على حصول توترات واضطرابات في الساحة اللبنانية. نحن نعم في مرحلة خطيرة جدا في الأسابيع المتبقية، لا تحدثون عن حرب لكن عن اضطرابات أمنية يعني هي من المراحل الأخطر في لبنان منذ العام 2005 أو حتى غير ربما منذ العام 2008 أحداث 7 أيار وما شابه. نحن الآن في أكثر اللحظات خطورة
في ال10 سنوات ربما الماضية. وكل ذلك سببه الفراغ السياسي الذي تسبب به أيضا استقالة الرئيس حسان دياب وعدم الاتفاق ضمن المبادرة الفرنسية. أستاذ غسان سعود، الآن برأيك بعد اعتذار مصطفى أديب وأنت تعلم أنه عملية تسمية شخصية لرئاسة الحكومة لم يكن بالأمر السهل، المبادرة الفرنسية لا تزال على الطاولة كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكن الاتفاق على اسم الآن لرئاسة الحكومة وتشكيل حكومة من الآن حتى الانتخابات الأمريكية، هل هذا ممكن أم أنه لا ستبقى هذه المراوحة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية؟ وإذا ما بقيت كذلك ما الذي يحدد يعني من هو رئيس الحكومة؟ أنا أعتقد أكيد ستبقى المراوغة لما بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه اليوم كل أفريقيا مسلمين أنه هني مع المبادرة الفرنسية، وبالتالي الست أسابيع يعني بنكون وصلنا مفروض للانتخابات الأمريكية. ولكن نحن اليوم عم نعيش انهيار صحي وتربوي واقتصادي كثير كبير يستدعي من بكرة على بكرة تفعيل حكومة حسان دياب، أقله بالملفات الاجتماعية الطارئة، وأي حكومة جديدة بدها تتشكل المفروض تتشكل بناء لأكثرية ولأقلية بشكل واضح وحاسم. وهون بعتقد أنه أداء الرئيس الحريري خلينا يعني شوي نرتاح من تمسك الرئيس بري باسترضاء الرئيس الحريري. يعني اليوم عنوان المرحلة السابقة كان أنه في رغبة باسترضاء الرئيس الحريري وبعدم إزعال الرئيس الحريري. بعتقد بما تبقى من عهد الرئيس ميشيل عون لازم نشوف حكومة أكثرية وأقلية معارضة بشكل واضح، سواء بالشارع أو بغير الشارع ما بيمنع هذا الشيء. حكومة أكثرية، أهم شيء ننسى صندوق النقد، ننسى صدر، ننسى كل الخيارات اللي لها علاقة بالتسول من الغرب، لأنه الغرب واضح ما حيعطي حكومة تمثل هذه الأكثرية النيابية أي دعم مالي. وبالتالي نتوقف عن أي أوهام خاصة بالتفاوض مع الغرب ونلتفت لخيارات تانية ممكن ترجع تلم البلد. مع الإشارة أستاذ غسان سعود أن موضوع الرئيس الحريري هي لم تكن عملية استرضاء بقدر ما هي عملا بالعرف اللبناني القاضي بأن يكون رئيس الحكومة الأكثر تمثيلا على قاعدة أيضا رئيس الجمهورية الأكثر تمثيلا في طائفته وكذلك الطائفة الشيعية فيما يخص مجلس النواب. ولكن بالتزامن أيضا مشاهدينا مع هذا المؤتمر الصحفي أستاذ بيير أبي صعب، بدأت تحركات في الشارع، عادت تحركات في الشارع، قطع طرقات. بالأمس أيضا كان هناك اشتباك كبير للجيش اللبناني، تحدث عن 13 قتيلا لمجموعة إرهابية وأيضا اعتقال 2 منهم، وكان هناك إطلاق نار وربما هذا الأخطر على مركز للجيش اللبناني في عرمان في الشمال ما أدى إلى استشهاد جنديين لبنانيين، ولم يأخذ هذا الخبر حقه أيضا بالشكل المطلوب. يعني إلى أين تتجه الأمور إذا كانت ستستمر المراوحة بهذه الطريقة وهذه التطورات؟ نحن مقبلون على ماذا في لبنان؟ أكيد اللي حكيوه زملائي هو دقيق، يعني أنه نحن رايحين على مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات. الشارع عم ينلعب فيه، في قوى سياسية عم تلعب فيه. مبارح مثلا كانت بروفا فاشلة، الثلاث تلفزيونات الثورية اللي بيروحوا كل مرة راحوا هني، قالوا المراسلة قالت في شيء 15 شاب قدام الصيفة. هلأ اليوم دغري بعد ماكرون عم بحضر أخبار بعدني أنه سوار جل الديب، طبعا ما بيقولوا لك من أي حزب من أي فئة، الشفافية تقتضي إلهم حق ينزلوا ويحتجوا طبعا، يعني بس أنه بينقال هو دي جماعة الكتائب أو جماعة القوات لنعرف مين، أنه هل هن الشعب الرأي العام المجتمع المدني اللي نزل أو قوى سياسية عم تلعب. أنا رأيي رح يستعمل الشارع، وأنا رأيي رح نروح على الاستعراض الأول اللي حكي عنه حسام. أوقات رح يروح أكتر، يعني أنا بخاف من الدم. وفي شغلة تالتة ما بنحسبها، في الجموع الغاضبة، الجموع الجائعة اللي إذا بكمل إذا بدون يلعبوا بالدولار يعني مش بعفوية، إذا في حدا بده يتدخل ليزيد الجوع ليزيد الأسعار ليزيد سعر الدولار بلحظة من اللحظات. أستاذ بيير، لزيادة سعر الدولار هناك كلام اليوم عن رفع الدعم عن السلع الأساسية في لبنان، هذا سيؤدي إلى ارتفاع جنوني بالأسعار. هيدي مناورة من حاكم مصرف لبنان اللي هو جزء من المنظومة، ولكن كمان حكي منطقي. الزلمة عم بيقول باقي لي هالقد كيف بدي غطي؟ يعني نحن نطرنا كتير، يعني إذا بدك هذا الإفلات، يعني بيكون عندك عربية بتعطل فيها شغلة بدل ما تصلحها بتنطر بتصيروا شغلتين ثلاثة أربعة، اليوم العربية كلها منهارة ما بتعرف كيف بدك تصلح. يعني أكيد في شيء منه موضوعي اقتصاديا طبيعي يصير، وفي شيء رح يستغل، لأنه فكرة السعودية هي الانهيار التام، والانهيار التام أنا رأيي مكلف للجميع، وأنا رأيي مكلف للبنانيين كلهم ولأصدقاء القوى اللي عم تلعب بلبنان كلها سوا.
إذا كان الرسامين الأغنياء والفقراء أصحاب الشركات وأصحاب المصالح كل العالم رح تتكلف. يعني العشر مليارات تبع مستر هيل اللي حكي فيها مبارح ما رح تكفي لتعمل رأي عام بديل، ما رح تكفي لتعمل يعني إذا بدك هو عم يدعم الجيش بس بنفس الوقت عم يدعم بشكل أو بآخر هو والدول الصديقة الإرهابيين اللي أوصوا على الجيش وقتلوا شهيدين اليوم. وبالتالي هيدي هم من يدعمون هؤلاء من قتلوا الجيش مين غير أمريكا مين غير الغرب استعمل التكفير بلحظة من اللحظات كان بده يسقط النظام بسوريا بعدين هي نفس المجموعات يعني بعدين انقلب إنه نفس السوسي نفس المرض السرطاني بعدين كيف بينما بقلب الجسد كيف تاكل الخلية السرطانية بتاخد أشكال مختلفة ولكن التكفير مصدره واحد والسعودية ورعايته هي رعاية الغربية طبعا في تركيا كمان ورعايته هي رعاية الديمقراطيات الغربية العلمانية الفرنسية هي اللي بتحارب المسلمين ببلدها وبتحتقرهم وبتجرحهم باسم الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان والحريات بأنها تسخر من النبي بس بنفس الوقت بتساعد التكفيريين بمناطقنا لأنه عندها غرض فيهم مش ضروري هلأ مش ضروري هول بس إذا بدك علبة باندورا هني فتحوها العلبة اللي طلع منها كل هذا الشر والشرور هني اللي فتحوها وبالتالي هني المسؤولين عنها بشكل مباشر واليوم ملعبهم هول لما بيكون في مثل ما حكي حسام لما بيكون في خلل وإعادة تمركز وإثبات قوى ناس بدها تفرج انه ولكن كان هناك تقاطع بكل ضيوفنا الذين كانوا معنا بهذه التغطية استاذ بيير استاذ حسام مطر هناك تقاطع فيما بينكم بانه هناك واستاذ صلاح سلام ايضا لفت النظر بانه 6 أسابيع تقريبا تكون الانتخابات الأمريكية قد حصلت ايضا يعني انتظار الانتخابات الأمريكية بأي معنى يعني ما الذي ستغيره هذه الانتخابات في حال فوز ترامب وفي حال خسارته على مستوى لبنان هي الانتخابات ستحدث يعني في أقل من تقريبا 5 أسابيع لكن النتائج هل ستصدر خلال 6 أسابيع يعني هناك نقاش اليوم كبير في الولايات المتحدة أن النتائج ربما تتأخر أسابيع تدخل الولايات المتحدة فيها في حالة من الفوضى الواسعة يعني النتائج قد تتأخر أكثر من ذلك لكن الولايات المتحدة هي لاعب كبير جدا الانتقال بين ترامب وبايدن سيكون له تداعيات على المنطقة هناك افتراق واضح في الأجندة الإقليمية لدى الطرفين بل في الأجندة العالمية وبالتالي فوز ترامب أو بايدن سيكون له تأثيرات على الساحة اللبنانية وفي هذا الواقع كل الأطراف تقول خاصة أقصد التحديد الأكثرية النيابية لماذا عليها تقدم تنازلات اليوم في حين أنه ربما يؤدي وصول أي من الشخصين بالتحديد بايدن إلى تغيير المقاربة الأمريكية في المنطقة فيمكنها أن تنتظر هذه الأسابيع الأربعة خاصة أن الشروط المطروحة سعوديا وفرنسيا يبدو أنها مكلفة جدا فماذا سنخسر أكثر من ذلك؟ يعني الفرنسيون اليوم لديهم عرض استسلام يعني ما طرح مطلوب أن يستسلم طرف هو الأقوى اليوم في البلد الأقوى في السياسة والأقوى شعبيا والأقوى برلمانيا مطلوب أن يستسلم هذا الطرف يقول ندرك صعوبة الواقع اللبناني لكن إن كنا سنقدم كل هذه التنازلات لننتظر هذه الأسابيع القليلة المعدودة لنرى التغيير في البيت الأبيض وبالتالي التغيير في الاستراتيجية الأمريكية أو في المقاربة الأمريكية تجاه المنطقة وحينها نعيد التموضع وفق هذه المقاربة الجديدة وواضح أن هناك فوز بايدن سيأتي بمناخات مختلفة إلى الواقع الإقليمي لكن ما يبقى ضاغطا بالتحديد هو أننا كلبنانيين في لبنان كل يوم يمر هو يعني يدفعنا أكثر نحو حالة الانهيار والتي ستكون أثمانها كبيرة لذلك يعني ما طرحه غسان أعتقد بحاجة إلى تفكير جدي هل نحن اليوم في ظل هذه الشروط المرتفعة جداً على القوى الأكثرية أن تفكر للمرة الأولى بجدية بأن يكون هناك حكومة أكثرية في هذه الفترة هذا خيار أعتقد ينبغي التفكير به ألم يكن هناك أستاذ حسام حكومة الرئيس حسام دياب ألم تكن حكومة أكثرية؟ لا أكيد لا إلى حد ما لا ليست حكومة أكثرية إلى حد بعيد هي ليست هي كانت محاولة بين الأكثرية وبين القوى الخارجية لإيجاد نوع من تسوية مقبولة لكن اليوم ربما التفكير بما أن المطروح فرنسيا هو هذا المقدار من التنازلات هذا المقدار من الخسائر ربما يقول أحد ما إذا ماذا سيحصل أكثر من ذلك لو قمنا بحكومة أكثرية أقول هذه الفكرة بحاجة إلى تفكير جدي ربما للمرة الأولى لأنها لم تكن واردة في السابق بالتالي في هذه الأسابيع المتبقية لا يمكننا فقط الانتظار حتى نتائج الانتخابات كما قلنا لأن ربما نتائجها
تريد وقتا يعني تلزم. طيب أستاذ حسام، إذا كانت الحكومة الرئيس حسان دياب والتي تقول أنها ليست حكومة أكثرية ولم يعني يتم الرضا عنها بين هلالين على مستوى الدول التي من المفترض أن تقرض لبنان وتعطيه المال لكي يحل هذه الأزمة الاقتصادية، إذا في حال الذهاب إلى حكومة أكثرية هذه الحكومة أي حلول ممكن أن تشترحها؟ أجاب غسان أن علينا أن نفكر اليوم في هذا الوقت المستقطع بما يمكن أن نفعله على المستوى المحلي. حلولنا الداخلية هي الأولوية، لأن ما يطلبه الغرب لإنقاذنا ثمنه هائل وكبير جدا، وهذا طبيعي في عالم السياسة. لن يقدم أحد لنا حبلا من دون أن ندفع ثمن، والثمن المراد غربيا. ما هو كيف أستاذ حسام؟ لبنان عنده أزمة اقتصادية وأزمة مالية، السيادة وقضايا المقاومة. فالمراد خلال من الآن حتى نهاية العام، حتى استلام الرئيس الأمريكي الجديد في شهر كانون الثاني 2021، يجب أن يكون لدى قوى الأكثرية، بما أن الطرف الآخر لا يريد التعاون، الأقلية لا تريد التعاون، الأقلية اليوم في أغلبها في الحكم السعودي وتراهن على الانهيار لتقول أن العماد عون هو الذي دفع لبنان إلى الانهيار، وأن حزب الله وحلفائه دفعوا البلد إلى الانهيار. بما أن هؤلاء هم لا يريدون أي تعاون ويلعبون لعبة صفرية، يجب على قوى الأكثرية أن يكون لها مقاربة جدية. واللي عم بتقلي شو بتغير، رح لك شو بتغير. بعض من كانوا في الأكثرية يراهنون على نوع من لا حكومات لم الشامل، أعتقد اليوم اكتشفوا أنهم لا، هذا الطرح لم يعد واقعيا، وبالتالي عليهم أن يتعاونوا بشكل أفضل مما تعاونوا مع حكومة حسان دياب، وأن يقيموا حكومة تحاول بالحد الأدنى أن تدير هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر، لحين أن تتضح المعالم المرحلة في الإقليم وفي المناخ الأمريكي. هذا هو الطرح الواقع. أما مجرد الانتظار، نحن ذاهبون إلى أثمان كبيرة، والانهيار المالي والنقدي والاقتصادي إن تسارع خلال الأيام والأسابيع المقبلة سنصل إلى حالة من الفوضى الشاملة التي لا يمكن توقع نتائجها أبدا، ولا يمكن لطرف أن يستخدمها ضد طرف آخر. لكن المخيف المقلق، الفرنسيون ضعفاء ومربكون، الأمريكيون ملتهون، والسعوديون مصرون على سيناريو الانهيار في هذه اللحظة التطبيعية التي تمر بها المنطقة. هذه مرحلة جدا خطيرة، لذلك قوى الأكثرية معنية بأن يكون لديها مقاربة أكثر وتتجاوز فقط مقاربة الانتظار الانتخابات الأمريكية. أستاذ بيرا بصعب توافق أستاذ حسام مطر وغسان سعود على أنه بحاجة لحكومة أكثرية الآن تحكم في لبنان، أنت توافق أيضا على هذا الطرح؟ أصلا ما بقى في خيار آخر، وأنا بروح أبعد، أنه لو كان طرح مثالي وأنت توجه إلى الشرق مثلا على سبيل المثال. نعم، أنا مع حلول اقتصادية البديلة الصحية اللي كان ممكن تنطرح قبل سنة وقبل ست أشهر، اللي هي التوجه شرقا، اللي هي محاسبة المصارف والأغنية واستعادة المال وحجز المال الموجود واستعماله. يعني إذا بدك في ناس سرقونا موجودين بالبلد، بس بهالحالة هاي الأكثرية بدها تحل بعض المشاكل مع نفسها، لأنه كمان بالأكثرية في جزء من المنظومة المالية وجزء من هلأ وطالع بدنا نصارح بعضنا. يعني بعرف أنه أستاذ أنيس النقاش عم يعمل هالشي على كل المحطات بالأيام، أنه بدنا نقول أنه نحن كمان بدنا نحط حد لا هيدي الفلسفة بإدارة لبنان، اللي هي فلسفة فاسدة، اللي هي فلسفة محسوبية، لأنه هي نفسها الأكثرية بينها خلافات. إيه لا، هو بدنا نقول لمرة أنه لا، الإنقاذ هو الأولوية، محاسبة الأغنياء وتدفيعهم الثمن هو الحل، والتوجه شرقا بسرعة وإصلاح الإدارة اللي بتقدر توقف على إجريها، بدل ما تكون فيها ناس، يعني بيكون فيها ناس جديرين بيقدروا يشتغلوا شغلهم. هيدا بده وقت كتير، بس إذا بتبلش فيه بتعطي دفق للناس وبتعطي أمل. صحيح أستاذ غسان سعود، هكذا حكومة في حال تم الذهاب إليها من قبل الأكثرية النيابية، ماذا عن الطرف المقابل برأيك؟ خاصة أنه كما ذكر أستاذ حسام مطر هناك تصعيد سعودي كبير تجاه لبنان اليوم، هل هذا الفريق سيسكت، خاصة أنه سيتم يعني كما تعرف إذا تم تسمية رئيس حكومة أكثرية سيتم عنه رفع الغطاء ما بين هلالين المذهبي عنه، هل سيتمكن من أن يقود هكذا حكومة في ظل هذه الظروف التي يعيشها لبنان، أم أنه ستكون حكومة مواجهة على مختلف الصعد، حكومة مواجهة اقتصادية وسياسية أيضا ربما أمنية؟ وشي بداية بهذا الفريق شو حيعمل؟ هذا الفريق حتى وهو داخل الحكومات، يعني حكومات التوافق اللي صارت، ما وقف ولا لحظة معارضة، يعني سواء معارضة مجلس الوزراء وتعطيل جميع أشكال الخطط أو الفرص، أو معارضة بالشارع، يعني كمان ما انسحب من الشارع، كان عم يستفيد من كل التحركات بالشارع. وبالتالي هو هذا الفريق معارض، وانت في وقته على السلطة، وانت اذا اليوم حكومة أكثرية وأقلية خلي يعارض، يعني بكثير هيك وضوح. يعني اثنين، بموضوع الشرعية الطائفية،
لا يستطيع تيار المستقبل. اليوم سعد الحريري هو زعيم من الطائفة السنية، ولكن لم يعد هناك أحادية بأي شكل من الأشكال بالطائفة السنية. يعني اليوم ولكن هو اليوم لا يتحدث بأحادية، يعني عندما يخرج ليتحدث أصبح هناك ما يعرف بنادي رؤساء الحكومات السابقين. هو والثلاثة معه، هو والثلاثة النادي هن يمثلون نفس الفريق السياسي. يعني نحن معا، يعني اليوم تمام سلام ما كان عضو بكتلته النيابية، فؤاد السنيورة كان عضو بكتلته النيابية، نجيب مئاتي كان دائما حليف، وبالتالي هول فرد فريق سياسي. هذا الفريق السياسي صار له مزاحمة بجميع المناطق وممثلين نيابيين له. اليوم الطائفة السنية عندها 17 نائب، عندها 27 نائب، فيهم 10 معارضين لتيار المستقبل. خلص في واقع جديد، لا يستطيع تيار المستقبل حجب يعني منح الميثاقية لحاله، هو ممثل في مكونات ثانية كمان للطائفة السنية. إذن هناك ممثلين آخرين عن هذه الطائفة كما ذكر غسان سعود. حسام مطر، يعني بدقيقة أخيرة في هذه التغطية، الأمور الآن في لبنان تتجه باتجاه مشهد معقد أكثر على المستوى السياسي، خاصة بعد ما ذكرنا أن نحن نعلق على المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أم قد يحصل ربما ما يشبه المعجزة وعودة إلى تشكيل حكومة بشكل سريع للنهوض بالبلد من الأزمات التي تحدثتم عنها؟ لا، بالتحليل فينا نحلل الوقائع، المعجزات متروكة لرب العالمين. لا، بالتحليل الوقائع ما في وقائع مشجعة للقول أنه خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة نحن ذاهبون إلى إحداث اختراب. ما توقع أن الأكثرية النيابية ستتعامل، رغم الخطاب الذي قدمه ماكرون، ستتعامل بطريقة هادئة ومدروسة وغير انفعالية، وتدرس خياراتها وتستكشف خيارات ومساحات جديدة للعمل. سيكون لديها مقاربة مختلفة للتعاون مع الفرنسيين. أصبح لديها أعتقد هواجس أكثر. في المجمل نحن في لحظة أشد إرباكا وضبابية وخطرا من الأسابيع الماضية. دخلنا في مرحلة شديدة التعقيد والسيناريوهات المعقدة والأمنية والتوترات والاضطرابات تصبح أكثر حضورا على الطاولة. لكن مجددا لن تقوم الأكثرية بردة فعل عشوائية، بل ستدرس خيارها خلال الساعات المقبلة، وأعتقد منذ الغد سنبدأ بأن نسمع استجابتها لما عرض اليوم من باريس. شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور حسام مطر. شكرا لك أيضا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ غسان سعود. أشكركم أيضا أستاذ بيير أبي صعب على حضورك اليوم معنا في استوديوهات الميادين، على تواجدك وعلى هذه التحليلات. كل الشكر لك على تواجدك معنا. الشكر الدائم لكم مشاهدينا على المتابعة. هذه التغطية انتهت، إلى اللقاء.